الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. It is Mr. Didat. الإخوة والأخوات، هذه هي الزيارة الأولى للسيد أحمد ديدات لبلاد الإسكندنافية. والسيد ديدات معروف بأنه عالم مسلم، علم نفسه بنفسه في مجال دراسة الإنجيل، وإن شاء الله سيشارككم الليلة بما لديه من خبرات. وقبل أن أترك الميكروفون لرئيسة الجلسة المشاركة، أود أن أذكر الإخوة المسلمين بأننا في مكان من دور العبادة، وأذكرهم أيضا بتعاليم الله تبارك وتعالى لنا بذلك في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى: أوفوا بالعهود، والتي تحث على الالتزام والمحافظة على العهود. ومرة أخرى أود التأكيد على أننا في دار من دور العبادة وبيت من بيوت الله، ومن ثم يجب مراعاة ذلك، وعلينا أن نسيطر على مشاعرنا وعواطفنا ولا نجعلها تنأى بنا بعيدا عن المراد، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونمد يد العون اللازم لإنجاح هذا الحدث بقدر المستطاع. وشكرا. على غرار الليلة الماضية، أود أيضا أن أرحب بكم باسم المسيح في هذه الكنيسة في مدينة ستوكهولم. والليلة سنجعل لقاءنا على غرار شكل المناظرة التي أجريت الليلة الماضية، بمعنى أن المتحدث الأول سيكون السيد ستانلي شوبرج، على أن يلقي خطابه على مدى 50 دقيقة، على أن يتلوه بعد ذلك السيد ديدات في إلقاء حديثه على مدى 60 دقيقة، ويتبعه بعد ذلك السيد شوبرج للتعقيب على مدى 10 دقائق، وختاما لذلك سيفتح باب المناقشة، وسنخبركم فيما بعد عن طريقة إدارة جلسة الأسئلة بما يحقق الفائدة العملية. وأظن أننا جميعا تواقون للتعلم، والآن دعونا نرحب بالسيد ستانلي شوبرج فليتفضل. لقد قبلت هذا التحدي حيث طلب مني الحضور للإجابة على السؤال المطروح لهذه المناظرة، وهو: هل المسيح الله؟ وحيث إنني لم أتخذ دور المبادرة، فقد ثار تساؤل: لماذا أقبل هذه الدعوة؟ وقبولي لم يكن بسبب أي صراع مع المسلمين أو مع أي أناس آخرين من بلاد أخرى، وأعتقد أنني برهنت على ذلك من خلال رصيدي في هذا الأمر حتى الآن، بما يدلل على حبي للمسلمين طوال حياتي، وخاصة في العام الماضي حينما وقع زلزال في إيران، وعملنا جاهدين من خلال كنيستنا من أجل إرسال شحنات جوية من الأدوية للشعب الإيراني. وحينما أخبرنا المسلمون عن هؤلاء الذين يعانون من المجاعة في إثيوبيا وإريتريا، قمنا بإرسال الأطعمة، بل وكثير من الأطعمة، وجمعنا المال لمساعدتهم، وقلنا إننا لا يعنينا إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين، فهم إخوتنا وإخواننا في الإنسانية، وما داموا في حاجة للمساعدة فنحن نود المساعدة. ونفس الشيء فعلناه مع الأكراد في العراق، ومع اللاجئين في صحراء الأردن. وحينما وقع إعصار في بنغلاديش وخلف وراءه 50,000 قتيل، هرعت إلى دكة،
ثم إلى بلدة شيتاغون، وعملت يدا بيد مع شيخ مسلم ومع ضابط البوليس من شيتاغون. عملنا معا معرضين حياتنا للخطر من خلال التنقل بالقوارب إلى الجزر، حاملين معنا الملابس ومواد البناء والأطعمة والأدوية، وكل هذا لأننا نحب المحتاجين. في هذا البلد عملت مع اللاجئين المسلمين، ولم نسألهم قط هل يرغبون في أن يصبحوا مسيحيين. لقد كنا نقول لهم إذا كنتم لاجئين وتريدون مأوى فلدينا منازل ولدينا أموال ولدي اتصالات حتى مع الحكومة، وسأعمل من أجل مساعدتكم للحصول على مأوى في هذا البلد. هذا هو سلوكي، ولم أسمع قط ولا كلمة سلبية ضد الإسلام حتى ليلة الأمس. فقد تحداني السيد أحمد ديدات وأعلن ذلك بكل صراحة ووضوح ودون أدنى تردد، حتى كضيف حل على السويد، ووصل الأمر إلى إهانته لي مع حفاظه على وجهه الضاحك. وكان علي أن أجيب على بعض الأسئلة ببعض الأجوبة، ومن ثم أصبح البعض منكم غاضبا. لقد نصحني بعض الناس بعدم المشاركة في هذا اللقاء الليلة، لكن لم لا؟ ذلك بأنكم بالأمس أردتم قتلي. هل تعلمون أن البوليس يحقق الآن في هذا الأمر؟ وقد أخذوا السم إلى المختبر الخاص بهم ليتعرفوا على نوعية هذا السم، وحتى طابق صالة الاجتماعات أصابه بعض الضرر. لقد كنت أحترق وأنا على قيد الحياة. وقد سمعت بعد ذلك أحدهم يقول إنهم سيحاولون أمرهم بطريقة أخرى، وقد تلقينا مكالمة تليفونية في شكل تهديد لأسرتي إذا حضرت إلى هنا الليلة. والآن أسأل الإخوة المسلمين، ما فائدة إحداث العنف أو استخدامه في وقت مخصص للحوار حول الله الخالق؟ هل استفاد اليهود من صلب المسيح؟ هل كان هذا عملا طيبا؟ بالطبع لا. ألسنا في حاجة للسلام في هذا العالم؟ أليس واجبا علينا أن نتعاون من أجل الأخوة؟ ألا ينبغي علينا أن نصلي في الكنائس والمساجد كي يتحقق السلام في الشرق الأوسط؟ إننا نبارك مؤتمر السلام في مدريد، لكن الله لن يستجيب لصلواتنا من أجل السلام إذا حاول أن يقتل كل منا الآخر لوجود اختلاف بيننا. والآن أنا مستعد للموت إذا رغبتم في ذلك، فساعتها سأذهب وسأعود للسماء، لكنني آمل أن أظل على قيد الحياة، لأن هذه الأيام أيام مثيرة، وأنا عندي بعض الارتباطات خلال الأيام القادمة وأتمنى الوفاء بها. كانت هذه كلمات استهلالية،
وأصلي لله الآب وأصلي للروح القدس عساه يظهر قوته على الإقناع وعلى خلق البرهان والدليل، وأدعو لعيسى يسوع بالمجد الليلة. أصلي وأدعو باسم عيسى المسيح سيدي ومخلصي، آمين. هل عيسى مساو لله؟ حسنا، يحسن بنا أن نجيب على تساؤل، وهو ماذا كان يقصد الإنجيل حينما أعلن أن عيسى مساو لله؟ بودي أن أقتطف من الإنجيل ذلك، لأن المسلم الأمين الذي يعرف قرآنه يحترم هذا الكتاب المقدس. فهؤلاء المسلمون يعرفون أن الإنجيل هو رسالة الله إلينا، وذلك ما نقرأه في إنجيل يوحنا، إذ يقول في الإصحاح الأول الفقرة الأولى حتى الرابعة ما يأتي: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، هذا هو الله. ثم بعد ذلك يحدثنا في الفقرة الرابعة عشرة فيقول: والكلمة صارت جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، كما لوحيد. ثم في الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا نقرأ نفس المعنى، تقول: أجاب يسوع الحق الحق أقول لكم. لحظة واحدة. الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. والآن هذا أمر مثير جدا، فالإنجيل يعلن أن عيسى مساو لله، فعيسى لم يصبح بشرا، ولذا فقد وجد في وقت ميلاده. إن عيسى خالد قبل إبراهيم، وإنه سيظل للأبد موجودا كمساو لله. في سفر الرسالة إلى أهل فيليبي، وهو أحد الكتب القديمة الموجودة في الإنجيل والتي تنزل البركات على قلوبنا، وهذه شهادة للإنجيل كتاب الله المقدس. أقول في سفر الرسالة إلى أهل فيليبيا الإصحاح الثاني الفقرة السادسة نقرأ الآتي: يسوع الذي كان إذا كان في صورة الله لم يحسب خلسه أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. فهذا هو كلام الإنجيل، وهذا هو ما نؤمن به. واستمعوا إلى الآتي من سفر الرسالة إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول الفقرات من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة، تقول عن عيسى الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشة أم سيارات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. هذا هو عيسى كإله، وفي سفر الرسالة
إلى العبرانيين الإصحاح الأول نقرأ شيئا مشابها لذلك، وهذه كلها كلمات مساعدة للغاية في الإنجيل. وقد قررت ألا أكون عاطفيا للغاية الليلة كما حدث معي في الليلة الماضية، فقد كنت على ما أعتقد متوترا بعض الشيء، وكانت يداي ترتعشان. ذلك لأنها المرة الأولى في حياتي التي أخوض فيها مثل هذه التجربة. أما الليلة فأنا أشعر أنني أكثر ارتياحا. في هذا السفر الفقرة الثالثة نقرأ قوله عن عيسى الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. إذن عيسى مساو للرب. هذه هي العقيدة المسيحية، ونحن دائما نقول ذلك في هذه الكنيسة وفي كنائس مسيحية أخرى، فنقول لا عظيم إلا عيسى، فهو ملك الملوك ورب الأرباب، إنه متطابق مع الله ومساو لخالق كل الأشياء. ويقول الإنجيل إن لعيسى سلطة ألوهية. أحيانا أثناء مطالعتي للكتب والكتيبات التي يؤلفها أحمد ديدات، أجده يقول أشياء على غرار الآتي. استمعوا إلي يا أصدقائي من المسلمين، أنتم لستم في حاجة لأن تقرأوا الإنجيل، ما عليكم إلا أن تقرأوا كتبي، لأنني أعينكم على فهم الموجود في الإنجيل. لا تهتموا بقراءة الإنجيل، لأنني سأورد لكم بعض المقتطفات، وأنا أقول لكم لا تستمعوا لهذا. إذا كنتم أناسا صادقين ترغبون في معرفة الحقيقة، فاذهبوا واحصلوا لأنفسكم على نسخة من الإنجيل، وساعتها ستجدوا. أرجوكم لا حاجة للتصفيق، فأنا في حاجة لكل ثانية. استمعوا، إن عيسى قد أعلن نفسه إلها وجعل هذا واضحا ويسيرا على كل فرد أن يفهمه إذا قرأ الإنجيل، والذي اعتبره محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الله. ولنستمع إلى الفقرة 21 22 من إنجيل يوحنا في الإصحاح الخامس، وجاء فيها الآتي: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. شيء رائع، عيسى مساو لله، منحه نفس السلطة كالرب، ومن ثم وجب على كل الناس أن يكرموا الإبن كما يكرمون الآب. فمن لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله. فإن لم تكرموا عيسى فإنكم لا تكرموا الله أيضا. وبوسعي أن أستمر في إعطائكم مزيدا من النصوص، وكما ترون فهذا ما قاله عيسى وما أعلنه الإنجيل. إنني لا أعجب حينما أستمع إلى شخص يقول: حسنا، إنني أؤمن بعيسى، وكإنسان مسلم قد يكون إيماني بعيسى أكثر مما يفعل بعض النصارى. لكن كما ترون، إذا كنتم تؤمنون بأن عيسى نبي، فأنا أقتبس من نبوآته، وأنتم تقولون إن هذا كذب، وإن هذا افتراء، وتسخرون مما فعل عيسى وما قاله. إنني لا أصدق أنكم تؤمنون بعيسى. ذلك لأنه إذا كان عيسى نبي، فيجب حينئذ الإيمان بما قال والوثوق فيه. وقد قال عيسى: إن له سلطة ألوهية،
إنه مساو لله، وإنه عبر عيسى وجد كل شيء وخلق كل شيء. فعيسى هو الله بمعنى قدرته على رؤية المستقبل. ينبغي عليكم أن تقرأوا ما يقوله عيسى عن المستقبل حينما تحدث عن زمننا، عن عودة اليهود إلى إسرائيل، وعن الصراعات الكثيرة التي ستنشأ في العالم. وعن انتشار المجاعات والزلازل، وعن كسوف الشمس كما حدث في سماء الكويت بعد الحرب، وبعد ما سببه صدام حسين في الكويت. هذا هو ما تحدث عنه عيسى بالضبط، وكل هذه الأشياء الرهيبة ستقع قبل عودة المسيح، حينما يظهر عظمته ثانية ويحقق السلام على وجه هذه الأرض. والآن أعبر عن احترامي للإخوة والأخوات المسلمين الذين يقولون: أيمكن لله أن يتخذ ولدا؟ كيف يكون له ولد؟ ثم إننا نؤمن بأن الله واحد. أما أنتم يا مسيحيون فتؤمنون بإلهين وربما ثلاثة آلهة، لكنني أقول لا، نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة. ثم إن عيسى ليس ابن الله على غرار كوني أنا ابنا لأبي. إذا كنتم روحانيين فيجب أن تفهموا أن الله يفوق فهمنا وإدراكنا. إن الله أعظم منا، ذلك لأن الإنجيل يقول: إن الله عظيم، لدرجة أننا موجودون في وجوده. كما ترون إن الله أكبر كثيرا مما نستطيع أن نفكر، وعيسى جزء من كل الله. وحتى السيد أحمد ديدات حينما يحدثنا عن كيف خلق الله هذا العالم كما ورد في سفر التكوين، نجد أن الله قد ذكر بلفظ الجمع، وهذا صحيح تماما. ففي الإنجيل حينما يتحدث الله عن هذا يقول: وخلقنا الإنسان على صورتنا، وهكذا يتحدث الله عن نفسه بصيغة الجمع. وكما ترون فالله ليس مجرد فرد واحد محدود بعرشه، وقد قلت هذا بالأمس ويجب علي أن أكرره. فأنت إذا دعوت الله من مسجد في مكة أو من منزل صغير خارج مدينة ستوكهولم، إذا كنت سيدة من إفريقية وتذكرت كيف صليت حينما سمعت ما أفزعك، أو شعرت بالخوف من شيء ما يهددك وكنت على وشك الهرب، وقد تكون الدولة التي لجأت إليها هي اسكندنافيا، ويومها قلت: يا الله ساعدني. وهذه هي معجزة الله، إنه ليس فردا مفردا محدودا بعرشه، إنه يستطيع أن يسمع دعاء الباكستاني والسعودي كل في بلدته، وكذا بوسعه أن يستمع لصلوات شخص إفريقي وآخر اسكندنافي في نفس اللحظة. يسمع كل واحد منا في نفس التوقيت. وكما ترون فمنذ سنوات مضت اعتقدنا جميعا أن الحقيقة يسهل فهمها أو استيعابها، لكن العلم كشف لنا أن الحقيقة تفوق فهمنا تقريبا حسب مستوى الإدراك المتاح. ولنتحدث مثلا عن الذرة. كثيرون قالوا إن الذرة هي أصغر وحدة في الخليقة أو في الوجود، لكن علم الأحياء المجهري اكتشف الآن وجود جزئيات داخل الذرة التي ظل الناس لمئات السنين يعتقدون أنها أصغر وحدة في الكون.
كانوا يعتقدون أن الذرة الواحدة لا يمكن شطرها، لكن بعد حين اكتشفوا أنه يمكن شطرها. والآن نجد العلم، وبخاصة علم الأحياء المجهري وفيما يتعلق بفيزياء الذرة، استطاع أن يكتشف أنه بداخل الذرة الضئيلة للغاية توجد ملايين الجزيئات، وهكذا تشبه الذرة هذا الكون، فهي كبيرة فيما تحويه للدرجة التي تسمح لنا أن نشبهها بالكون بأكمله بكل نجومه. نعم هذا حق، كل هذا موجود في الذرة الضئيلة غير المرئية، ولكن كما ترون فخلق الله عظيم للغاية. لا تحدد الله ولا تظن أن الله هو ذلك الذي بمقدور استيعابه ولا شيء أكثر من ذلك. أتفهمون ما أقول؟ أتعشم ذلك. وكما ترون فنحن نتحدث عن عيسى، وإنني أعلم أن لديكم مشكلة. تقولون مثلا إن الله عظيم للغاية لدرجة أنه يستحيل تخيل ذلك. لدي هنا كتيب كامل ألفه أحمد ديدات، وفيه يلقي بكثير من النكات ويهزأ ويسخر ولا يقدس العقيدة، ويقول لنا هل الله بمثل هذا الشكل؟ يصورونه متعبا مثل عيسى، وهو يجلس ويأكل ويشرب، مثله مثل عيسى. هل هذا هو الله؟ حسنا دعوني أحدثكم بأن هذه هي عظمة الله. فحينما رأى الله الناس مثل اللاجئين فكر الله في الناس، في أولئك الذين على شاكلة الفلسطينيين بلا مأوى بلا ملجأ يؤويهم من الحر أو البرد، ومن ثم أراد الله أن يستوعب الإنسانية تماما، وعليه قرر الله في غمرة حبه أن يهبط إلى مستوانا بمنتهى الحب والفهم. هذا هو المعنى من أن الله يحب هذا العالم، لدرجة أن يرسل لنا ابنه الأوحد. ولاحظوا كلمة ابنه الأوحد لتعرفوا أنه أرسل ابنه الوحيد الذي أنجبه والذي كان منذ الأزل وسيظل إلى الأبد. وأنتم تسألون ما معنى ولده الذي أنجبه؟ حسنا، إن المعنى إنه ليس شيئا صنعه في رحم مريم، لا، إن الله قد أعطانا جزءا منه كي يدنو من البشرية، وبفضل عيسى إذا تم إغراؤكم يتفهم الله الأمر، وبفضل عيسى كان كل هذا الحب العظيم. ولكن لم يقتصر الأمر على ذلك، لأن عيسى جاء من أجل أن ينوب عنا، وهذه هي رسالة الإنجيل. وكما ترون فأنتم تتحملون وزرا وتقترفون ذنبا، وقد سمعنا أحمد ديدات من قبل يعلن الجحيم الأبدي على بعض الناس، ونحن نخشى نقمة الله علينا إذا علمنا مقدار ضعفنا. ومن منا قوي لدرجة أن يجعل نفسه مؤهلا لدخول الجنة ومخاطبة الله قائلا يا الله ها أنا إنسان طيب بحق، ها جاءك شخص ظل يعمل ما في وسعه، لقد عاملت زوجتي بطريقة لينة وأحسنت للفقير وصمت بانتظام، كنت أصوم منذ شروق الشمس تقريبا حتى غروب الشمس، ولم أتناول طوال هذه الفترة طعاما ولو بشكل سري، ولم أشرب سرا.
من يستطيع أن يقول هذا؟ لقد عشت في مناطق عدة من العالم وأعرف نفسي جيدا، وكذا أعرف الناس، أعرف أنه لا يوجد من بينهم من هو مؤهل لذلك. إننا بحاجة إلى فضل الله، ولكن كما ترون فالله ليس بمفرده في هذا العالم، إنما هناك الشيطان. وقد وصف الإنجيل الشيطان بأنه محرض له قوة هائلة، وبوسعكم أن تروا قدر الشر الذي يسببه الشيطان في هذا العالم. إن الله يريد السلام، أما الشيطان فيريد الدمار. الله يتمنى السعادة لكم في حياتكم، لكن الشيطان يسبب الصراع والمواقف المقبضة لكم. ولكن كما ترون فقد استطاع عيسى أن ينوب عن البشرية لأنه خلقنا، وكان بوسعه أن يموت على الصليب فحمل عنا كل خطيئتنا وأخذها على عاتقه ثم مات. ولكن هنا المشكلة. إنني أدري أن السيد ديداد قد يقول: ما لهم هؤلاء المسيحيين؟ كيف يصدقون أن الله قد مات؟ أي نوع من الرب هذا الذي يموت؟ حسنا، أعتقد أنكم معشر المسلمين لا تفهمون معنى أن يموت. سامحوني، قد يبدو أنكم تغضبون مني الآن. حسنا، كما ترون، حينما مات عيسى، هل تعلمون ماذا فعل؟ إن عيسى حينما مات كان هذا شبيها بالدخول من بوابة مملكة الموت. والآن حينما أراد عيسى أن ينقذ البشرية، أراد أن يظهر حبه فمات، وكان هذا هو الجزاء، الموت. لكن ما زالت المشكلة قائمة، وما زال الشيطان موجودا بصفته ملك الموت. ثم إن أبواب الجحيم واقعة تحت سيطرة ديمس أو ممثل الشيطان، وعليه كان على عيسى أن يموت، ليس فقط من أجل المعاناة، لكن من أجل ألا يهزم أيضا. وعليه فقد مات عيسى لكي يدخل أبواب الجحيم ويذهب مباشرة إلى الشيطان، يهزم المحرض ويأخذ بالقضيب من بين يدي الشيطان ويفتح الأبواب على مصراعيها للحياة الأبدية لكل أولئك المؤمنين بعيسى ويخشون الجحيم، وتم إنقاذهم من أجل السماء. هذه هي رسالة عيسى، وإنني أتحداكم جميعا، يا من تعتقدون أنكم طيبون وصالحون في داخلكم وأنكم لستم بحاجة إلى فضل الله. حسنا، حاولوا أن ترتقوا للسماء بأنفسكم. أما إذا أردتم الفضل فاقبلوا بعيسى، وسيبذل قصارى جهده من أجلكم. وإذا صادفتكم مشاكل في عائلاتكم، أو شرور مع جيرانكم، أو أن أحدا خدعكم وخلق لكم المشكلات وما كان بوسعكم معالجة المشكلة، لماذا لا تجربوا أن تسألوا عيسى؟ إنه مطلع قادر، لن يكلفكم الأمر شيئا. حاولوا أن تصلوا، اكتشفوا أنفسكم، إننا قد ندخل في نقاش على مستوى فكري معين، ولكن قد يجعلنا هذا نحتد ونغضب. لكن الإنجيل يقول: لكن الإنجيل يقول: إن الله عظيم لدرجة لا تستطيع أن تفهمه، لكنك تستطيع أن تجربه. نعم. والآن ما زال لدي الكثير لأقوله. إنني أعرف أن السيد ديدات لا يروق له معجزات عيسى، ويعتقد أن موسى أعظم من عيسى، لأن موسى كان قادرا أن يخلق من بين يديه حية،
وهذا شيء مخيف. لكن عيسى حينما أتى بمعجزته الأولى وهو ما كتب عنه ديدات كتيبا كاملة فقد حول الماء إلى نبيذ أو خمر. ثم قلت إن عيسى جعل المسيحيين من مدمني الكحول، ولكن يبدو أنك لم تذهب أبدا إلى إسرائيل، حيث إنهم في إسرائيل أصبحوا خبراء في صناعة نبيذ حلو المذاق للغاية. ورغم نقاوته وجماله ومذاقه فليس به ولا حتى واحد في المئة من الكحول. ونحن نستخدم هذا النوع في كنائسنا لإعداد العشاء الرباني. فهل تعتقد أن عيسى كان يريد أن يجعلهم سكارى؟ لا لا، ولكن لماذا حينما تتحدثون عن السماء وتبشرون بالجنة، لماذا يا إخواني الأعزاء حينما تتحدثون عن الجنة تقولون إننا عندما ندخل الجنة نجد أنهارا من خمر لكل المسلمين؟ هل تعلمون لماذا أظهر عيسى مجده؟ فأوجد النبيذ من الماء وأعطاه طعما ومذاقا جميلا. أثناء ذلك القران أو الاحتفال بادئ ذي بدء، لقد اختار عيسى أن يحضر لهذا القران لأنه كان مناسبة نبوية، ولأنه جاء كي يخلق الحب والسعادة بين الناس. إنني أقول إن عيسى أعظم من موسى، وإنما تقوله بأن موسى أعظم من عيسى لأنه قدم مثالا بالحية المخيفة أو المرعبة، ولأنه أراد أن يخبر ملك مصر ألا يتبع الحية وألا يفعل كما فعل آدم وحواء حينما أذنبا في جنة عدن. لقد كانت هذه معجزة القضاء لأهل مصر. وأعود فأقول إن عيسى أعظم من موسى، ذلك لأن موسى تحدث عنه، فمن يجادل في ذلك؟ وقد حدثتنا أنت في كتبك عن النبي الذي سيأتي وعن صفاته، وقلت إن هذا هو محمد. أنا أقول إنه لا يمكن أن يكون محمدا لأن موسى يذكرنا بعيسى، ولكن عيسى أعظم من موسى لأن موسى نجى أهله من مصر. أما عيسى فقد منح الخلاص للعالم أجمع، وموسى كان مستعدا لأن يضحي بحياته من أجل قومه ومن أجل إنقاذهم، لكن عيسى ضحى بحياته من أجل إنقاذ العالم كله. وهكذا كما ترى لا يمكن أن يكون محمد هو النبي الذي تحدث عنه موسى، لأن موسى أحب الشعب الإسرائيلي، لكن القرآن يخلق العداوة تجاه الشعب الإسرائيلي. وأنا أعني إنه قد يكون لكم وجهة نظركم السياسية، وإذا لم تحبوا اليهود فليس بوسعي شيء في هذا، لكن ليلة الأمس قرأت أحد الكتب الدينية الخاصة بكم، وفيها قال شيوخ المسلمين في أكاديمية ما للبحث الديني في علوم القرآن إن اليهود ليسوا بشرا، وهذا بالنسبة لي يعد عنصرية. فموسى أحب إسرائيل ومحمد لم يفعل ذلك، ومن ثم فمحمد لا يشابه موسى. إنني أعلم أنه حينما نتحدث عن كون عيسى مساويا لله سيثير أحمد ديدات إلى الحوار الذي دار بين عيسى واليهود. حينما قال عيسى إنه ابن الله ومن ثم غضب اليهود من ذلك، فقال لهم عيسى بعد ذلك لا تغضبوا فجميعكم آلهة
ومن ثم يرى السيد ديدات أن عيسى كان له رأي مفاده، أنه قال: حسنا، أنا واحد من بين أناس آخرين كثيرين جميعهم أيضا آلهة. لكن كما ترون، إذا قرأت النص فسيصبح كتيبك ليس له محل من الاعتبار، ولن يكون به أي شيء آخر يستحق القراءة. لأنك إذا قرأت الإنجيل في العهد القديم، وأنا أعتقد أنك لم تقرأ الإنجيل بكامله قط، لأن في الإنجيل نقرأ الآتي في المزمور 82 الفقرة 6 فيها: أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون، قم يا الله. إذن فبماذا يخبرهم عيسى؟ إنه يقول لهم ساخرا: إذن أنتم لا تؤمنون بي وتظنون أنكم آلهة. وهذا مطابق تماما للجنس البشري الذي يتكبر دائما. ومن ثم يقول عيسى في المزمور 82: أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون. لكن الله رب الخلود لا يموت أبدا، إنه باق للأبد. عموما أنا لا أعتقد أن بوسعك أن تعطيني أو تذكر لي نصا واحدا من الإنجيل من شأنه أن يزرع الشك في قلبي في ألوهية المسيح. وبالأمس فاتني بعض من أسئلتك بسبب الوقت، أما الآن فقد طلبت من مساعدي أن يدونوا كل سؤال تثيره، ولن يكون بوسع أي فرد بعد هذه الخدمة أن يقول إنني لم أجب على أي سؤال أثاره السيد أحمد ديدات. سأواجه كل سؤال، وسيكون بمقدوري أن أجيب على كل سؤال، وسأدافع عن عيسى كابن لله. وقبل أن أنهي حديثي، حيث ما زال لدي مزيد من الوقت، ولكنني لن أخذ الوقت كله، سأنهي حيث سبق لي أن لمست هذا الأمر من قبل. واسمعوا لي وبمنتهى الأمانة، قد نختلف على المستوى الفكري، وأنا لا أعتقد أن كلماتي قادرة على إقناعكم، وقد تغضبوا مني، لكنني آمل أن نكون إخوة. وإذا احتجتم لأي مساعدة فاتصلوا بي، وسأبرهن على أنني أخ لكم، وحتى ولو لم تكونوا مسيحيين فسأحبكم كإخوة لي، فكل منا يحب الآخر. نعم. كتنة لوگ ہیں آج شام کو جو پاکستان سے آئے ہیں؟ دکھائے. ہم تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. يتحدث بالسويدية الآن. ہم اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں. We love each other. كلنا نحب الآخر. والآن دعوني أقول لكم الآتي: إذا صادفتكم مشكلة أو صعوبة حقيقية، وجربتم كل أنواع الديانات، وجربتم الاستعانة بأناس حولكم، وفعلتم كل ما هو ممكن في حدود قوتكم وجهدكم، وما زالت تلك المشكلة قائمة، امنحوا عيسى مجرد فرصة. جميعكم لن تتكلفوا أي شيء، ولستم بحاجة أن تحدثوا أحدا بذلك، فبمقدوركم الحديث إلى عيسى بدون حتى أن تهمسوا. فقط امنحوه كلمة من التفكير. ذلك لأن لدينا في سفر يوحنا نجد أن يوحنا صلى بمجرد التفكير قائلا: يا الله ساعدني. ومن ثم فقولوا فقط: يا عيسى، إذا كنت موجودا وإذا كنت حيا وإذا كنت مساويا لله، فرجاء ساعدني، اشف بدني السقيم، أنقذ زوجي من المخدرات، وأنقذ مراهقي أبنائي من أن يدمروا في هذا البلد المخيف السويد. نعم، إنني أعلم أن السويد قد أضرت وأفسدت كثيرا من الشباب،
عيسى بوسعه أن يغير الحياة تماما. دعوني أؤكد لكم أننا قد شهدنا في هذه الكنيسة على الأقل نحو 1000 شاب أتوا إلينا من المجرمين ومن مدمن المخدرات ومن المعاقرين للخمور. أتوا إلى هذه الكنيسة، سجدوا وقالوا يا عيسى، وتم إنقاذهم، وهم الآن يعملون في المجتمع ويتحملون مسؤوليتهم. البعض منهم تزوج وأصبحوا أناسا ناجحين في المجتمع. وبجوار هذا المكان وعلى بعد قليل من هنا يسكن أناس يؤمنون بعيسى، ولدينا أعلى النسب المئوية في الحالات الإيجابية التي استطعنا فيها معالجة مدمن الخمور وأمكن مساعدتهم على الإقلاع عن الخمور. إن عيسى لا يدفع أي فرد لإدمان الخمور، ولكن على العكس فهو ينقذ أي شخص يرغب في الخلاص من الكحوليات. والآن وقد أصبحت منفعلا للغاية، أعتقد أن علي أن أستريح. شكرا. We thank Pastor Stanley Schoberg for his speech, and we are now pleased to welcome Mr. Ahmed Didat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا ينفقون. صدق الله، صدق الله المولى العظيم. السادة رئيس ورئيسة الجلسة، الإخوة والأخوات الأعزاء، قرأت عليكم الآية رقم 75 من سورة المائدة، وهي السورة 5 في القرآن الكريم. وفي الواقع فإن هذه الآية عبارة عن إجابة لبعض الروايات الخاطئة التي أدلى بها القس ستانلي الليلة الماضية، وكما ترون فقد تغير أسلوب هياجه، فقد أصبح متمرسا. ولو كان أحدكم حاضرا هناك بالأمس فسيلحظ ذلك، وقد اعترف بأنه كان يرتجف وأنا لا ألومه، فقد كان ممسكا بالسم بين يديه. ولكن أثناء تلك الحالة قال محدثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه أنكر نبوة عيسى وأنكر موته وبعثه وقيامه، أي عيسى، وإنه أنكر أيضا أن عيسى هو المسيح. وأنا أقول للقس لا، فقد كان يتكلم وهو في حالة هياج شديد، وما كان يتابع حديثه جيدا، لأنني أثناء فترة التوقف خلال الحديث أخبرت الحاضرين أننا معشر المسلمين نؤمن بعيسى، فنحن نؤمن بأن عيسى واحد من رسل الله العظام أولي العزم، ونحن نؤمن بمعجزة ميلاده، ونحن نؤمن أنه المسيح، ونؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله وشفى الأبرص بإذن الله. هذا هو ما قلته، إننا نؤمن بأن إنه المسيح، ولم أقل محمد، لم أقل إن محمدا هو المسيح، لقد قلت إن عيسى هو المسيح، ولا يوجد من أمة محمد من ينكر هذا. ومن ثم فإنني أود من أخي أن يراجع هذا الكلام، فما زال لديه 10 دقائق متبقية، أتمنى أن يعبر عما يدل عن أسفه. لكن في الآية التي تلوتها عليكم تقرر كلماتها أن المسيح ابن مريم ما هو إلا رسول سبقه كثير من الرسل، وأن أمه السيدة طاهرة صديقة، أي أم عيسى. قد خلت من قبل الرسل many were the messengers that passed away before him. وأمه صديقة، and his mother was a virtuous woman. She was a saintly woman, Mary. وأنهما كانا يأكلان الطعام مثل ما نفعل نحن جميعا. كانا يأكلان الطعام and they both ate food. We all eat food.
ويريد الله سبحانه وتعالى يلفت الانتباه إلى أن كل من الأم والابن كان يأكلان الطعام، وذلك لأن الله يحاول أن يخبركم أن أي فرد يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إلها أبدا ومطلقا، لا يستحق العبادة. وفي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يعبدون مريم بصفتها أم الله، والنصارى عامة يقولون إن عيسى هو الله ويعبدونه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن كليهما كان يأكل الطعام. وبعبارة أخرى، إذا أنت أكلت طعاما فلا بد أن تلبي نداء الطبيعة فتصبح في حاجة للحمام، وإذا لم يتوفر فستبحث عن الصخور أو العشب. ليس الطبيعة الله، فالله لا يذهب لدورات المياه ولا يبحث عن العشب أو الصخر من أجل أن يقضي حاجته، الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك. وتستمر الآية قائلة: انظر كيف نبين لهم الآيات. إلى أي حد نجعل علومنا وآياتنا واضحة لكم؟ كم هي واضحة وبسيطة تلك الحقائق التي نضعها أمامكم. كيف ابتعدوا عن الحقيقة؟ كانت هذه الآية من سورة المائدة الواقعة في الجزء السادس. ومن ثم فعيسى هو المسيح وأحد الرسل العظام أولي العزم الذين أرسلهم الله، لكنه ليس إلها. وبعد ذلك وفي الجزء الثالث من القرآن الكريم في الآية 45 من سورة آل عمران يقول الله سبحانه: Behold, the angel said, O Mary, إن الله يبشرك بكلمة منه. That God Almighty gives you glad tidings, the good news of a word from Him. اسمه المسيح. اسمه المسيح. Translated Christ. يترجم بالمسيح. ابن مريم. Jesus the son of Mary. وهو ابن مريم. وجيها في الدنيا والآخرة. Held in honor in this world and in the hereafter. ومن المقربين and of the company of those nearest to God. إذن مرة أخرى، عيسى هو المسيح وهو واحد من المقربين لله وفي صحبة القريبين منه، وهو ما نقوله عنه نحن. وقد يقول النصارى مثلنا إنه يجلس على يمين الله، ولكن نحن نفسر ذلك بأن الأمر ليس ماديا أو حسب وضعه الجغرافي، إن الله سبحانه وتعالى ليس شبيها بإنسان جالس على العرش أو على كرسي العرش، ويجلس عيسى المسيح إلى جنبه على جانب يده اليمنى مثل الحليف. لا لا، بالطبع في الحقيقة حينما يقول الرجل الشرقي إن المرأة على يميني، قد تجد بالفعل يجلس جوار يده اليسرى، لكنني في تعبيره عن موقع الأهمية أقول هذه هي رجلي أو ذراعي اليمنى، سواء كنت تجلس خلفي أو أمامي وإلى جواري. وإذا كان الأمر مثل هذا الشكل فنحن نقول إنه في صحبة المقربين لله، إذن نحن نرضى ونقر بأن عيسى هو المسيح وأنه أحد المقربين لله، فهذا ما ورد في القرآن وأنا أقتطف منه، وبإمكانك أن تتأكد من خلال النسخة الخاصة. أما فيما يتعلق بادعائه أنه إله فكما ترون فقد أعلن القس تحديه لي، وما قلته كان عبارة عن مناشدة لإخواني المسيحيين ولكل المثقفين الذين ألتقي بهم في لقاءاتي حول العالم بأسره، وفي كل مناسبة أجده أقول: الإخوة والأخوات، من فضلكم بودي أن تسدوا لي معروفة، إذا كان عيسى إلها فليتكم تأتوا لي بآية واحدة فقط مقبولة واحدة في أي مكان أو أي موضع في إنجيلكم، أي نسخة من الإنجيل حيث نجد عيسى يقول إنني الله، أو حيث يقول أعبدوني وأقسم بالله وحتى الليلة. لو استطاع القس ستانلي أن يفتح إنجيله ويخبرني قائلا: تعال إلى هنا اقرأ الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا الفقرة الأولى، فماذا تقول؟ هل تقول على لسان عيسى أنا الله أعبدوني؟ لا، فماذا تقول؟ في هذه الفقرة يقول إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وأنا أقول لكم، اسألوا علماء المسيحية من أين أتى يوحنا بهذه الكلمات،
في ذلك العهد وقبل يوحنا كان هناك فيلسوف إغريقي اسمه فايلو، وقد كتب في فلسفة هذه الصيغة: في البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت من عند الله، والكلمة كانت الله. وهذه العبارة نسخها يوحنا في إنجيله المسمى إنجيل القديس يوحنا. وإنني أسأل المسيحيين المثقفين وأقول: سيدي، إنك تحمل الدكتوراه في علم اللاهوت، وكما ترى فإن كلمة الله التي وقعت لأول مرة في هذه الفقرة التي تقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، هل لي أن أسألك ما هي الكلمة الإغريقية الموجودة في النص لكلمة الله؟ فأنت مبشر للنصوص الإغريقية وتعرف اللغة الإغريقية، أو يجب أن تعرفها، فهي أساس ديانتك، ولديك مخطوطات جميعها باللغة الإغريقية مثل إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا و27 سفرا في العهد الجديد، والمتوفرة لديك بالإغريقية فقط. أقول: ما هي الكلمة التي تعني الله في اللغة الإغريقية؟ هل ساعدتني يا سيدي؟ إلوهيم. لا يا سيدي، فهذا بالعبرية. كما ترون فالقس أصبح الآن غاضبا بسبب المفردات أو الكلمات. نعم لقد غضب، وفي طريقه لأن يفقد أعصابه. من فضلك هون عليك، أرجوكم لا تصفقوا كثيرا، فلسنا في طريقنا لعرض ألعاب نارية هنا في هذا المكان. رجاء التزام الهدوء والسكون. أما عن الكلمة الإغريقية التي تعني الله فهي ثيوس، وثيوس في اللغة الإغريقية تعني الله. أما الكلمة التي لدينا في النص فهي هوثيوس، وهوثيوس تعني جاجود، أي جا سبق لكلمة الله. والآن حسب نظام البلاد الغربية في لغتهم، نجد أنهم حينما يكون عندهم اسم علم فإنهم يبدأون بحرف كبير، وهذا خاص بأسماء الأعلام مثل الله كابيتال جي حرف كبير، إله حرف صغير. وأنا حينما أطالع ترجمة الإنجيل في اللغة الإنجليزية أجدكم أشرتم إلى الله مستخدم الحرف الكبير جي. أما العبرية والإغريقية لا يوجد فيها حروف صغيرة وكبيرة، وكذلك في العربية ولا يوجد ما يسمى بالحروف الكبيرة، لكن في النظام الغربي يوجد هذا الشيء المسمى بالحروف الكبيرة ونفس تلك الحروف مرة أخرى، ولكن بالشكل الصغير أو المصغر. ومن ثم فحينما نستخدم حرف الجي بشكل كبير في كلمة جود فإننا نعني بذلك الله سبحانه وتعالى. ونأتي إلى الكلمة الثانية المستخدمة في اللغة الإغريقية ومعناها الله، وهي يا سيدي ثانثيوس. وهذه الكلمة حينما تستخدم في اللغة الإغريقية لا تعني الله سبحانه وتعالى، ولكن تعني أي إله. ومن ثم إذا وردت هذه الكلمة في النص الأصلي للإنجيل فلا يجب ترجمتها وكتابتها بنفس الشكل، ولكن يجب أن تكتب صغيرة أي إله، وليس إلها بعينه، فوليس اسم عالم محدد. وأنا أسأل القس: لماذا حينما ترد الكلمة معنيان مختلفين تكتبوهما بنفس الشكل؟ فسر لي الأمر. لابد أنكم تخدعون شخصا ما. ففي النص الوارد في اللغة الإنجليزية في إنجيل يوحنا الفقرة الأولى من الإصحاح الأول وردت كلمة God، فكتبه في المرة الأولى بحرف كبير، وهذا مقبول ولا اعتراض عليه. ولكن حينما وردت نفس الكلمة المرة الثانية كانت في موضع لغوي يوجب كتابتها بحرف صغير، لكنكم كتبتموها بنفس الشكل وبحرف كبير، ومن هنا خلقتم وأنشأتم معنى جديدا. كلمة إله هنا وردت في اللغة الإغريقية بمعنى هوثيوس في الرسالة لأهل كورنثوس، إن الشيطان هو إله هذا العالم، وقد كتبوها في النص الإنجليزي باستخدام الحرف الأول الصغير جي، مع أنه حسب نظامهم كان يجب على علمائهم أن يكتبوا نفس الكلمة بحرف الجي الكبير والرامز في نفس المخطوط للشيطان. لكن لا لا، كما ترون فأنتم تلعبون بالمخطوطات حسب أهوائكم وتترجمونها حسب ما شئتم. ثم نأتي إلى العهد القديم، فنحن نجد الله سبحانه وتعالى يتحدث إلى موسى فيخبره قائلا: وقد جعلتك إلها للفرعون. هنا نجد كلمة إله A God كتبت في النص المترجم بحرف الجي الصغير، وأنا أود أن أعرف لماذا فعلوا ذلك. أود أن أعرف لماذا حينما كان الوصف للشيطان بكلمة God كتبت بالحرف الصغير وكان ينبغي أن تكتب بحرف كبير، وكذا وصف الله موسى بالإله أي كلمة God مستخدما حرفا صغيرا في الوقت الذي كان يجب كتابتها بحرف الجي الكبير حسب ما ورد في النص الإغريقي. من أين تستقون هذا التصنيف؟
وعلى أي أساس؟ إن هذا ليس موجودا لا في النصوص العبرية ولا الإغريقية، إنما تكتبونه هو ما تودون أن تؤمنوا به وما ترغبوا أن تجعلوا الناس يؤمنون به. إن هذه ليست ترجمة أمينة. ومن ثم فأنا أقول عن كلام عيسى إن هذا ليس بكلام عيسى. فماذا قال عيسى؟ عيسى يقول وأبي أعظم مني، وأنا هنا أقتطف من الإنجيل، ثم يقول ثانية وأبي أعظم من الجميع، ثم يقول وأنا بنفسي ليس بوسعي عمل شيء. لاحظ أنني ما زلت أقتبس يا سيدي. وما كنت تقتبسه أنت كان من أسفار العبرانيين وسفر الرسالة إلى فيليبيا. هل قلت لي من هذا الفيليبي وأهل غلاطيا وكورنثوس وتسالونيكي؟ من كل هؤلاء؟ من كل هؤلاء؟ هل هؤلاء عيسى؟ لا، إنما كل هذا كلام بولس بولس بولس. إنني أود أن أعرف ماذا قال سيدنا عيسى. إنني أحبه وأحترمه وأرغب في اتباعه، لكنني أود أن أعرف ماذا قال عيسى. امنحوني كلامه وليس كلام أي شخص آخر. لا تعطوني ما فكر فيه هذا الشخص الآخر، أو ما رأى أنه المقصود، أو ما ظن أنه المتضمن في الكلام. إن الدين والخلاص لا يعتمدان على تأويل الناس وتفسيراتهم، سواء أكنت أنا أو أي شخص آخر. إنني أود أن أعرف ما قاله السيد. لقد قال إن الكلام الذي تسمعونه ليس بكلامي. فقد قال عيسى إن الآب الذي أرسلني أعطاني أمرا بما ينبغي أن أقول وبما يجب أن أتحدث به، فأتحدث به حينما يأمرني بذلك. إذن فماذا يقول هو الحق؟ نعم، ما قاله عيسى هو الحقيقة. وقد يكون فهمكم لما يقوله بشكل مختلف، وهو ما أفضل أن ألتزم به في رأيي. فأنا أفضل أن أضع رقبتي على المقصرة فأحدوها كما يحلو لكم، لكن أظهر سلطان عيسى وأنه قال إنه إله ورب. أظهر لي أن عيسى قال اعبدوني. إن الوقت ما زال أمامك، ما زال لديك 10 دقائق متبقية، وأنا أتحدث باللغة الإنجليزية البسيطة للغاية. إنني لا أطلب إلا كلمات عيسى، حيث يقول وأتمنى أن تفهموا جميعا هذه اللغة الإنجليزية البسيطة. أقول حيث يقول عيسى أنا الله اعبدوني. أتمنى خلال 10 دقائق القادمة التي ما زالت أمام القس أن يتمكن من أن يتلو علي أو يبين لي الآية أو الفقرة التي يقول فيها عيسى إنني الله اعبدوني. وأنا أقول إنك لن تجد هذا الدليل، ذلك لأنني قد وضعت رأسي على حد المقصلة. إن نجحت. إذن فلنترك فكرة أن عيسى رب، لننسى أن عيسى إله للحظات، ودعونا نرى عيسى، نرى تواضعه. ففي إنجيل متى الإصحاح 19 فقرات 16 و17 نقرأ الآتي يا سيدي: وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد. Why callest thou me good? What are you calling me good for? Why callest thou me good? There is none good. ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. Only God is good. He is all good. وهكذا نراه يرفض أن تطلق عليه صالحا، فكيف يعود ثانية ويسألك ما يطلب منكم أن تدعوه إلها أو ربا؟ إن الصفة هي صفة الصلاح. وقد أقول القس الصالح، فيقول لي القس في تواضع: لا، لست بالرجل الصالح كما تظن، فأنا مليء بالعيوب ونقاط الضعف. وقد تقول أنت لي يا سيدي داد إنك رجل صالح، فأجيبك لا لا، أترك هذا جانبا من فضلك، فأنت تعلم أنني مليء بالعيوب ونقاط الضعف. إذن ففي سعينا للتواضع نفعل ذلك، لكن إذا كان عيسى إلها وفعل ذلك فهذا رياء ونفاق وادعاء كذب للفضيلة. فالله هو الله، وإذا قال إنه إله لقبلنا بذلك. لكنك تأتي وتقول لي إنه بصفته بشر له الحق في أن يقول علامة أو لماذا تدعوني صالحة. فكما تعرفون في أن الصلاح الحقيقي عند الله، وإنه هو الصلاح كله. وهكذا بإمكانكم أن تروا أنه حتى من خلال كلماته نجد عيسى ينفي عن نفسه أي نوع من الألوهية، وأنه إله. إنه يتنصل من هذا وينكره. والآن فيما يتعلق بما قاله القس عن عيسى، إنه قال قبل إبراهيم كنت أنا،
وأنا أقول إن التعبير أنا استخدمه الله في العهد القديم حينما كان الناس يستفسرون عن موسى، وموسى استفسر من الله فقال له إن هؤلاء القوم قد يودون أن يعرفوا من أرسلك، لذا فأنا أقول الله. ولما كانوا يودون أن يعرفوا اسمه فبماذا يجيبهم؟ قال الله لا، قل لهم أنا على ما أكون. هذا بالعبرية بالضبط مثلما تود أن تعرف ألقابي أو أسمائي. وكمثال بسيط، حينما تسألني لا تسأل عني، ولكن اقبل فقط بأنني ديدات. وقد تسأل هل أنت دكتور في العلوم الدينية أو هل أنت أستاذ، فأقول لك انسى كل هذا، فأنا ما أنا علي. ومن ثم كان الله يقول إذا كان يهمك الأمر فخذ به، وإن لم تشغل بالك فاترك. وعليه قال الله أنا على ما أنا أكون. والآن لنعد لعيسى، فنجد أن اليهود قد أثاروا غضبه، فقال لهم انظروا عليكم بتدمير هذا المعبد أو الهيكل، وسأعيد بناءه في خلال 3 أيام. فقال له اليهود يا أيها الرجل، لقد استغرق هذا المعبد 30 عاما في بنائه، فهل ستعيد بناءه في 3 أيام؟ ثم يقول لنا الكاتب إنهم لم يفهموا ذلك، فقد كان يقصد هيكل جسمه أو جسده. ونلاحظ أن عيسى لم يقدم هذا التفسير ولم يشرح أو يفسر لهم، بل أوجد هذا التشويش في عقول اليهود. ولو كان يتحدث عن نفسه لكان المفروض أن يقول ذلك، وأن يقول إن القوم قد أساءوا فهمه بأنه يتحدث عن معبد أو هيكل القدس، لكنه ترك الأمر عند هذا الحد. بعد ذلك قالوا له أيها الرجل، إنك تبلغ من العمر 30 عاما فقط، وأنت هكذا هل تعلم كم كان يبلغ إبراهيم من العمر؟ ومن ثم قال لهم انظر قبل إبراهيم كنت أنا. فإذا كان يعني أنه نفسه كان قبل إبراهيم، فليتنا نعرف كيف كان ذلك، لأنك كما تعرف يا سيدي وكما تحدثنا أن عيسى المسيح قد ولد منذ عام 1991 سنة مضت، وقبل هذا التاريخ لم يكن عيسى على وجه هذه الأرض، فأين كان هو؟ أين كان هو؟ مع الأب؟ على أي هيئة؟ هل كان هذا الرجل البالغ 30 عاما مع الله؟ والآن هل أراد الله أن يصغره حتى جعله بذرة ألقى بها في رحم أمه ثم حملته لمدة 9 أشهر ثم وضعته بعد ذلك في هذا التاريخ المسجل على تلك اللوحة تقريبا؟ هل هذه فكرتكم عما كان عليه عيسى؟ كان مع الله يتمشى ويتحدث يأكل ويستريح مع الله، ويعلم أنه سيصغره بعد ذلك، فيقول له والآن انظر يا بني ستدخل رحم مريم وتبقى فيه لمدة 9 أشهر ثم تولد مثلك مثل أي طفل آخر وتجعل أمك نفساء لمدة 40 يوما. هل هذه هي الفكرة؟ أنه كان مع الله وكيف كانت هيئته؟ لذلك أقول انظر واقرأ سفر أرمياء، حيث نجد أن الله العظيم أخبر أرمياء قائلا فكانت كلمة الرب إلي قائلا قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. وأنا أود أن أعرف كيف يمكن الإنسان أن يصير نبيا قبل أن يوجد في رحم أمه. لقد كان مع الله ويقول له قبلما صورتك في البطن عرفتك، ففي أي صورة كان؟ وهكذا أقول إن فهمكم للنص غير كاف، فأنتم تنظرون في كتاب اليهود والذي يشكل الإنجيل أيضا، وترون أنه مليء بالاستعارات والتشبيهات الشرقية التي لم تجربوها، وليس لديكم أي خلفية عن كل هذا، وهكذا تطالعون نصوصا أدبية استعارية مطولة تخلق الكثير من الصعوبة في الحوار، وذلك سببه أنكم تطالبون كتاب اليهود من خلال رؤية إغريقية، وكما رآه الإغريق، فقد كان الإغريق والرومان الرواة في مطالعة رسالة عيسى المسيح لآبائكم وأجدادكم الإسكندنافيين والرومانيين والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم. كل هؤلاء نظروا إلى كتاب اليهود من خلال منظار إغريقي كما رآه الإغريق أنفسهم، ومن هنا حدث التضارب. لكنكم إذا نظرتم إلى كتاب اليهود كما يراه اليهودي فلن تجدوا مشكلة. فنحن نتفهم الآن فكرة أن عيسى كان مع الله وأن أرميا كان مع الله، والآن دعوني أخبركم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مع الله، وكذلك دعوني أن أحدثكم بأن هتلر كان مع الله، فنحن جميعا مع الله. نحن جميعا مع الله، الخير والشرير جميعنا مع الله، لكن على أي هيئة؟ لا توجد هيئة لذلك. فهل الله بلا هيئة؟ هل هو روح؟
إذن على أي هيئة تكون أنت؟ الإجابة لا، والأمر مجازي، ومعناه أنه في علم لا يوجد هتلر وتوجد بلادكم، ويوجد في علم كل موضع على هذه الأرض، حتى القس ستانلي موجود في علمي، وكذا أحمد ديدات، كلنا هناك في علمي. ذكر القس أننا في الإسلام نجل الإنجيل، وهذا حقيقي، ولكن حينما نتحدث عن الإنجيل نقصد إنجيل عيسى، أي البشرى التي أتى بها عيسى المسيح والأخبار الطيبة، ونحن نحترم ما أتى به عيسى، خاصة إذا استطعت أن تؤكد وتتحقق أن هذه هي كلمة عيسى. هذا إذن هو الإنجيل، إنجيل عيسى. أما ما بين أيدينا اليوم فليس بإنجيل عيسى. إننا نؤمن بالإنجيل وإنجيل عيسى وليس إنجيل متى. إنك حينما تقرأ أي إنجيل، أي إنجيل كبير الحجم، تجد فيه إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، فهل وجدتم فيه إنجيل عيسى؟ إننا نريد إنجيل عيسى. فهل حصلتم عليه؟ الإجابة بالنفي. إنه ليس بين أيديكم. وبالأمس أشرت إلى أحد الأناجيل ذي الحجم الصغير، والذي يعتقد ويفترض أنه يضم الكلمات التي نطق بها عيسى، وقد كتبت بالخط الأحمر، وقد قلت إنه بناء على ذلك، فإن 10% فقط من العهد الجديد خطت باللون الأحمر، و90% من العهد الجديد أيضا، وهو الإنجيل، قد خطت بالخط الأسود، وفي بعض أسفار العهد الجديد قد لا تجد موضعا للخط الأحمر في 27 سفرة، لا يوجد موضع باللون الأحمر في أي مكان، وهذا يعني أن هذه الأسفار لم تلمس أو تقترب من كلمة عيسى، لا تمت له بصلة. وبإمكانكم أن تأتوا بالإنجيل وأنا أوضح وأبين الأمر لكم. وننتقل إلى الرواية أو العبارة التي نطق بها القس حينما قال إن عيسى أعلن نفسه ربا، وكل هذا مسجل عندكم، إنه أعلن، لذا أقول من فضلك بين وأوضح لي هذا الأمر من الإنجيل. من فضلك بين لي أين نجد عيسى يقول أنا الله، أو حيث يقول اعبدوني، وإنني مستعد أن أقبل بتعميدي الليلة لو أثبت لي ذلك. لا تضيع وقتي، لا تضيع الوقت. ثم بعد ذلك زعمت شيئا آخر، فقد أظهرت لنا كتابا يفترض أنه منسوب إليه. منسوب إلي؟ وقد أظهرت الكتاب لي يا سيدي وبينته للجمهور. بينته للجمهور أو الحضور، وعنوان الكتاب الرب الذي لم يكن مطلقا. وقد قلت إن أحمد ديدات هو الذي ألف هذا الكتاب، وأنا أقول لك هذا كذب وافتراء، فأنا لم أؤلف هذا الكتاب، وأؤكد على عدم تأليفي لهذا الكتاب، فكل كتاب لأحمد ديدات يحمل اسمي مكتوبا عليه تأليف أحمد ديدات، وليس حسب رواية أحمد ديدات أو وفق كلام أحمد ديدات. إذن فكل كتاب أكتبه يحمل اسمي، ما هذا الكتاب فليس عليه اسمي، ومن ثم فهو ليس كتابي أو تأليفي. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، والآن هناك أشياء معينة من بينها ما قاله عن عيسى في هذا الكتاب، ونعني به الإنجيل. يؤمن القس وكذا المسيحيون بأنه كلمة الله الحق، إنه كلمة الله التي استوحاه الروح القدس، والروح القدس هو الله، لأن المسيحيين يقولون ويؤمنون بالله الآب والله الإبن والله الروح القدس. فأنتم تؤمنون أن الآب رب، وأن الإبن رب، وأن الروح القدس رب وعليه، فإذا كان الروح هو الروح القدس إذن فهو رب. ثم تعالوا بنا، هل إذا كان الله أوحى بشيء هل هذا هو ما أوحى الله به، ذلك الرب عيسى؟ ودعونا نضعه بين قوسين، إذا كان هو الله فهل يكون جاهلا أو غير عالم بالزمان؟ نعم لقد كان جاهلا، إذا كنتم تطلقون عليه ربا، وذلك وفقا لرواية الروح القدس الذي تسمونه ربا أيضا. ولنطلع على ما أوحى به الروح القدس في إنجيل مرقس الإصحاح 13 الفقرة 32، وقد كتب مرقس، كتب: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب.
but the Father. He's the only one who knows when the last day is. إنه هو الوحيد. هكذا من خلال النص نجد أنه الوحيد الذي يعرف متى يكون يوم الآخر أو متى تحين النهاية، يوم القيامة أو يوم البعث، ولكم أن تسموه ما شئتم من أسماء. إذن فهو يقول إن اليوم الآخر لا يعرف أحد، ولا حتى الملائكة، ولا حتى هو نفسه. إذن فهذه حدود المعرفة عند إلهكم. أما الآب فهو الوحيد الذي يعرف. وأنا أسأل، كيف لا يعرف هو، أي الرب المزعوم وعيسى؟ أي نوع من الآلهة هذا الإله الذي ليس لديه أي فكرة عن يوم القيامة؟ ثم من يشهد بذلك؟ الروح القدس؟ ولو كان الروح القدس كما يقول تقولون ربا كذلك، فهو يشهد أن هذا أي عيسى الإبن وهو رب، لا يعرف. فكيف يمكن أن يكون ربا؟ إن المعرفة هي جزء من صفات الله، فهو يعرف كل شيء، يعرف قوانا الداخلية أو الكامنة، يعرف مشاعرنا وأحاسيسنا، إنه يدرك كل شيء حتى نوازعنا ونوايانا، إنه يعرف كل شيء. لكن هذا الرب، وأنا أضع الكلام بين قوسين، أقول هذا الرب الذي هو الروح القدس يوحي بما كتبه ماركوس، فيقول إنه لا يعرف أي شيء عن اليوم الآخر. ثم نأتي لشيء جديد آخر، فهذا الرب الذي هو عيسى، ولنضعه بين قوسين، يتعرض للإغراء والإغواء من قبل جميع الأشياء مثلي ومثلي، بل لقد أغوي فعلا. ولنأخذ مثلا من سفر العبرانيين الإصحاح الرابع الفقرة 15، وفيها: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفائنا، بل مجرب، أي عيسى، في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. إذن فعيسى يغوى وله نفس نقاط الضعف التي لدينا والتي تغوي أي أحد. ثم نطالع شيئا مثيرا في رسالة يعقوب الإصحاح الأول الفقرة 13، حيث يقول: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. وهكذا نجد نفس الرب أو نفس الروح القدس يوحي ليعقوب أن يكتب: انظروا إن الله لا يمكن أن يغوى أو يجرب، فهو غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. هو لا يجرب أو لا يغوي فقط، ولكنه لا يجرب أو يغوي أحدا أيضا. ثم نعود مرة أخرى ونقرأ الآتي: إن الشيطان قد أغوى الله، ويقصدون به عيسى، وسنضعه بين قوسين، فكما يقول النصارى وكما يقول القس، فعيسى في رأيهم هو الله. ومن ثم فقد أغوى الشيطان الله عيسى لمدة 40 يوما، وقاده الروح في الحال إلى البرية، وظل هناك لمدة 40 يوما في البرية. إذن فهذا إغواء الشيطان، وقد أغواه الشيطان لمدة 40 يوما، أي إنه سخر منه لمدة 40 يوما. ممن؟ من الله. الشيطان يسخر من الله أو الرب؟ يا قوم، هذه ليست من صفات الله، ولا يمكن أن تعزى له هذه الأمور، فالله لا يمكن أن يقال عنه إن الشيطان قد أغواه. ثم يقولون ثانية: وهذا الرب، هذا إذا كان ربا، تعلم من التجربة، إذن فقد مر بتجربة مثلي ومثلك. وتعلمون أن الناس يقولون على المرء: هذا رجل حكيم إذا كان يتعلم من التجربة. لكن الرجل الأكثر حكمة ذلك الذي بوسعه أن يتعلم من تجارب الآخرين، فحينما يجعل الآخرون أنفسهم أمثولة، لذا يجب أن نستخلص درسا من هذا، وهو أن لا نفعل نفس الخطأ. لكن المسيح عيسى لم تتح له هذه الفرصة، وذلك وفقا لما جاء في كتاب العبرانيين الإصحاح الخامس الفقرة 8، وفيه نقرأ: تعلم الطاعة مما تألم به. إذن فهو يتعلم من آلامه، بمعنى أنه يخطئ ويحترق بنار هذا الخطأ فيتعلم منه، ثم يخطئ ثانية فيصيبه الألم فيتعلم منه. إذن فهو يتعلم من خلال الأشياء التي يتألم منها، وهذه ليست من صفات أو طبيعة الله. ثم ننتقل لفكرة أخرى، وهي أن الله جاهل أو غير عليم بالفصول. ودعونا نضع كلمة الله هنا بين قوسين، ونقرأ النص الآتي من إنجيل مرقس الأصحاح 11 الفقرات 12 و13: وذلك لأدلل على ما أقول قد جاء فيها: وفي الغد لما خرجوا من بيته عينيا جاع، أي جاع عيسى. هل لكم أن تتصوروا هذا؟ رب جائع. والله إنني لا أسخر من عيسى. فكما ترون حينما تقولون إن هذه هي صفات الله، أحاول أنا فقط أن ألفت الانتباه إن الله لا يكون جائعا أبدا، إنه لا يجوع مطلقا، إنه يطعمكم. لكن الرب لا أحد يطعمه، فهو ليس بحاجة للأكل، للسمك، إلى خيره. كل هذا ليس نظاما لله. إذن فالرب هنا كان جائعا. ولنكمل النص ثانيا، إذ يقول: فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاءه لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين، بمعنى أن هذا الوقت لم يكن موسم التين. وأنا يا سادة لا أعرف ما هي الفواكه التي تنمو هنا في الموسم، ولنقل في الصيف مثلا، لكن استمعوا إلي. لنفرض أنكم عرفتموني بفاكهة عندكم كالبرقوق، ولنفترض أني حضرت وطلبتها بعينها، ساعتها ستقولون: يا سيد ديدات، إننا بمنتصف الشتاء، وهذه لا تنمو ولا تزرع في الشتاء، إنما تنمو في مايو، ومن ثم فلو أتيت بيونيو أو يوليو في الصيف ستجد هذه الفاكهة.
وهكذا كما ترون يمكن أن يحدث نفس الخطأ. لو تحدثنا عن جنوب إفريقيا، تحدث عن جمال الفواكه، تأتي وتقول في موسم ليس للفاكهة إنني أريد هذه الفاكهة، فأقول لك ساعتها حسنا، هذه الفاكهة تستطيع أن تجدها في الشتاء وتحديدا في ديسمبر. إذا لو أتيت أنت في شهر يونيو أو يوليو وطلبت ذلك فلن يلومك أحد لعدم معرفتك، لكن الله يجب أن يكون عليما بما يزرع وما لا يزرع، وإلا لما استحق أن يكون ربا. فأنت أيها القس، لو كان عندكم بعض المعلومات العامة عن بلدك لعلمت ما يزرع في موسم، وإذا لم يكن الموسم مناسبا فليس لديك الحق أن تتوقع الفاكهة. تدري لماذا؟ لأن ما تسميه أبوك أو الأب هو الذي صنع ذلك، الله هو الذي صنع أو خلق شجرة الفاكهة، وهو الذي أنشأ القانون الخاص بجعلها تؤتي ثمرا. إذن فلا يحق لك أن تتوقع وجود ثمرة في غير موسمها لأنك جائع. مجرد أن تفقد ما تريد ولا تجد الفاكهة تلعن السويديين، إلا لشيء، لا لشيء إلا لأنهم لم يخرقوا قانون الله. يجب أن يموتوا لأنهم فشلوا في تحقيق شيء رغم أن الله هو الذي سنة. إن قانون أبك ما تسميه أن هذا عجيب، أي سلوك شائن، إنه عمل أخرق، ومن ثم الله لا يأتي بهذه الأفعال، وحتى الناس العاديون بعضهم لا يفعل ذلك. ومن ثم فلست قادر أن أتصور أن سيدنا عيسى يمكن أن يدمر مصنع لأنه لم يأتي بثمرة في غير موسمه، لا أتصور هذا ولا أستطيع أن أقبل به. ومن ثم فإذا قلتم لي كلام الله أو كلام عيسى فأزجبكم، لا، هذا كلام شخص آخر سأفهمه. الله العظيم إذا كان ربا، عيسى يقول إنه بلا قوة على أي شيء، هو يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. هل تعرفون معنى لا شيء؟ لا شيء، لا يستطيع فعل شيء. ثم نأتي لشيء آخر مناقض، حيث إن كلاما على لسان عيسى يقول كل السلطة أعطيت لي، أعطيت له كما أعطي أنا توكيلا تفويضا للتصرف، فبإمكانك أن تفعل ما أفعله، التصرف بالباقي في ممتلكاتي إذا كنت وكيلا عني. يقول أعطيت لي كل السلطات، إنها ليست لي، أعطيت لي، تنتمي إلى الله، بوسعي أن يأخذها ويمنحها لآخر، هذا شأنه وذلك ملكه. بعد ذلك سأمنحك شيء لو تذكرت، ولكان بوسعك أن تكسب أي امتحان في الإنجيل. وهذا الشيء عبارة عن أقصر جملة في الإنجيل، نعم أقصر جملة، حيث إنها مكونة من كلمتين فقط، تذكر ذلك. لو تذكرتها جيدا لأمكانك أن تكسب امتحانا أو مسابقة، والعنوان هو تلك الجملة، وهو الرب الباكي. ودعونا أن نضع كلمة الرب بين أقواس، نعم الرب الذي يصرخ. هل بوسعكم تخيل الله أو الرب يصرخ مثل طفل صغير؟ إن هذا هو ما أقرأه في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 الفقرة 35 يا سيدي، وفيها نقرأ بكى عيسى. هذا كل شيء، نعم لقد بكى. ما أدري هل لازال القس يستمع إلي. عيسى بكى، هذا كل شيء، نعم لقد بكى. هل تعرفون ما هي المناسبة لذلك؟ لقد مات صديقه عازر. عازر، أعود وأقول كما سترون، فمعجزة عيسى ليست أنه حول الماء إلى خمر. وبالمناسبة لقد ذكر القس فرية أخرى ضدي حينما ادعى أنني قلت أن موسى أعظم من عيسى، هذه كذبة أخرى، وأود منك أن تبرهن وتدلل أني قلت هذا الكلام. إن موسى أعظم من عيسى، وتذكروا تلك الكلمات جيدا، ما قاله القس على لساني بأنني قلت إن موسى أعظم من عيسى، تذكروها. تذكروها، هذا ما قلته أنت يا سيدي، وأنا أعلم أنه لم يخطر على بالي مطلقا مثل هذه الفكرة، وأنني سأتحدث بمثل هذه الطريقة. إذن لنعد لمعجزة عيسى الكبرى والتي يجب أن نقر بها جميعا، وهي إحياؤه للميت. فهذه من الصفات المميزة لله، فالله وحده هو القادر على منح الحياة وقبضها. ومن ثم فالمسيحيون يقولون ها هو عيسى قد أعاد الحياة للميت، فأقول لهم هل قال عيسى ذلك؟ هل قال إنه أحيا الميت؟ لا، إن هذا هو فهمكم أنتم، إنني أقول إنه لم يحيي الميت. نعم لم يحيي الميت، وقرأوا إنجيل يوحنا حينما مات عازر صديق عيسى، ذهب عيسى للقرية وقبل هناك مارثا أخت مريم الأخرى، وهناك قالوا له يا سيدي لو كنت هنا لكان بإمكانك أن تنقذ أخانا من الموت.
فأنت بوسعك أن تشفي أناسا آخرين وبإمكانك مساعدتهم، فلماذا لم تنقذ أخانا من الموت؟ وهنا قال لهم عيسى: وحتى الآن إذا كان عندكم إيمان فسترون عظمة الله. إذن أين وضعوا الميت؟ لقد أخذوا عيسى إلى موضع تركوا عازر فيه ولم يكن لحدا، لكنه كان مشهدا على وجه الأرض ولم يكن قبرا أو لحدا في باطن الأرض. إذن فقد قادوا عيسى لهذا المكان، وفي الطريق كان عيسى يتأوه. نعم هذا هو ما قاله إنجيلكم يا سيدي، إنه يتأوه، الروح يتأوه ويتوجع. ما هذا؟ كما ترى حينما نبكي بحرقة وننطق بكلمات غير مفهومة وغير مسموعة للآخرين من حولنا، فذلك هو النحيب. نعم وقتها يكون الإنسان منتحبا، وفي الواقع فإن المرأة في تلك اللحظة يتوجه بقلبه نحو الله. وهكذا كان عيسى يقول: يا ربي، يا أبتاه، أنت تعرف صديقي عازر قد مات هنا، هل أعدت إليه الحياة ثانية؟ لقد كان ينتحب إلى ربه، لكن الناس من حوله كانوا غير قادرين على سماع ما يقول حقيقة، ولذا فقد قالوا لقد كان يتأوه أو ينتحب. لكنه لم يكن يتأوه ولا ينتحب، ولكنه كان يصلي، وقبل أن يصل إلى القبر وقف هناك وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمن أنك أرسلتني. وهكذا يقول عيسى إن كل شيء من الله، وأن الله يسمع ما يقوله ويجيبه لما يطلب. لكن بسبب هؤلاء القوم الواقفين أمامه، هؤلاء البشر السذج والسطحيين، بسبب هؤلاء قال ما قال. لقد أراد أن يفعل أو يأتي بعمل من شأنه أن يثبت لهؤلاء القوم أنه مرسل من عند الله، وأنه ليس إلها يحيي الميت. علاوة على ذلك، فقد أراد عيسى بهذا العمل أن يؤكد لهم أن الله قد أرسله، ويقول عيسى، وهذا هو السبب في أنني قلت ما قلت. وبعد ذلك قال: صرخ بصوت عظيم لعازر: هلم خارجا. فخرج الميت. إذن فقد خرج عازر بعد 3 أيام من دفنه في قبره، فقال: الحمد لله، إذن فقد حمد الله. أين إذا نجد عيسى يقول إنه أحيا عازر؟ إنه يخبركم ويقول: انظروا. أنا لا أريد هؤلاء القوم أن يسيئوا فهمي، لكن ما حدث الآن ووقوع سوء الفهم هذا. آلاف الملايين من المسيحيين في العالم أساءوا فهم ما قاله عيسى، وهكذا يقولون إن عيسى يحيي الميت. ولم يقل عيسى هذا، إنما هو الله يعمل من خلاله. ولدينا بطرس، أعظم حواري عيسى الذي اختاره عيسى وقال عنه بطرس إنه أعطي مفاتيح السماوات، وقال له عيسى: يا بطرس، ارعى قطيعي وأطعم غنمي. يقصد أتباعه. وبطرس هذا في كتاب أعمال الرسل يقول متحدثا اليهودي في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني الفقرة 22، وفيها: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوة وعجائب وآيات صنعها الله بيده. وأنا أسأل، من صنعها؟ خبروني، هل يكذب بطرس؟ وهل يكذب الروح القدس الذي أوحى إليه بهذا؟ وآيات صنعها الله بيده، من صنعها؟ إنه الله، القوة الموجودة هناك، فما عليك إلا أن تضغط على زر الطاقة أو القوة حتى تأتي إليك. فأنت مثلا لا تأتي بالكهرباء، لا تأتي بالكهرباء، لكنها تأتيك من مركز القوة. على غرار هذا المثال تحدث عيسى ونطق وصلى وحصل على ما طلب من الله. أما عيسى لو كان ربا فقد وصف بأنه ماذا أقول؟ قد وصف بأنه رب نائم، والله لا ينام. فالقرآن يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن هذا الله أو الرب بين قوسين، ذلك إذا كان فعلا ربا. ولأن أقرأ عليكم من سفر إنجيل متى الإصحاح الثامن الفقرة 24، وفيها يقول: وكان هو نائما. ما هذا الرب نائم؟ هل ينام الرب؟ ثم نقرأ في لوقا الإصحاح الثامن الفقرة 23 الآتي: وفيما هم سائرون نام. هل هذا معقول؟ نام الرب؟ ثم نقرأ أيضا في إنجيل مرقس الإصحاح الرابع الفقرة 38: وكان هو يا عيسى في المؤخرة على وسادة نائما. من؟ الله؟ هل هذا هو الله؟ أرجوكم أجيبوني. والآن أقرأ عليكم هذا العنوان وأسميته الرب الظمآن، على أن نطع ضفدة الرب بين علامتي تنصيص. هذا إذا كان عيسى إلهنا وربا. يقول عيسى: أنا ظمآن. هل تعرفون معنى قول عيسى لهذه العبارة؟ معناه إن الرب ظمآن، فهل يقول أنا ظمآن؟ لذا فأنا عطشان، أنا أشرب. فهل هذه هي صفات الله؟ أنا بعطشان، أنا أعطش.
الله المرهق أو المتعب بين قوسين. كان ربا، ونقرأ ما يدل على هذه الصفة في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع الفقرة السادسة. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البير. يوحنا الفقرة السادسة. الرب الحزين بين علامتين، نقرأ في متى الإصحاح 26 الفقرة 37. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدة وابتدأ يئيس يحزن ويكتئب، ثم قال: فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت. 26:38. الرب المتأوه سبق معالجتها وتناولها. والآن فيما يتعلق بالنبوءات، فكما ترون هذه نقطة من نقاط الحوار. النبوءات، نجد أن أي شخص أو أي إنسان يتعلق بالأمل ينتظر قدوم عيسى في أي وقت، في أي وقت الآن، وهذا يشهد بالأسلوب الرائع الذي يتبعونه. فكما تعرفون وتعلمون فإن المسيحيين لا يبنون الكنائس أو يشيدون المدارس أو المستشفيات، فهم يعرفون مهمتهم جيدا، وهذا يكفي. هل تعملون لماذا؟ ذلك لأنهم لا يحبون رؤية المزارع في جنوب إفريقيا، فلا حقول ولا مباني ولا شيء يقدمون ذا فائدة، إنهم فقط يستأجرون الجهاد ويسمونها مملكة الجهاد. أما أسلوب الرائع والمحنك، أسلوبهم قائم على فكرة أن عيسى قادم في أي لحظة. فأي ناس هؤلاء؟ إنهم نوع من الخبل والجنون، لكن هذا الخبل والجنون يمتد لألفي عام، قائم على ما أقرأ لكم من إنجيل مرقس إصحاح 13 الفقرات 26 و27. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان أي عيسى آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته أي عيسى في سحاب، يرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع رياح من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. ثم ننتقل إلى الفقرة 30. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كل هذا قد وقع. هذا الجيل، الجيل الذي نتحدث عنه، كل هذا يكون قد وقع. ماذا فهم الناس من هذا الكلام؟ لقد فهموا بالضبط ما قيل، ومن ثم فما زالوا ينتظرون. فبكل مرة يرون سحابة يقولون: إذن فعيسى سوف يأتي، وهكذا. وما زال الناس ينتظرون طوالي 2000 سنة، وراحوا يتخيلون ويرسمون بعض التواريخ لهذا الأمر. عام 14 سيأتي المسيح، ثم عام 1918 سيأتي المسيح، وتمضي الأعوام ولم يأتي، وتمضي حوالي 1000 عام، وكل ذلك بسبب سوء فهم الكلمة. أي وقت فيتعني أي لحظة. ونكمل المعنى من خلال باقي النص في الفقرة 31، وقد قال فيها: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ثم يجعل متى الأمر أكثر وضوحا بالإصحاح العاشر فقرة 23. ومتى طردوكم، يقصد أتباع المسيح في هذه المدينة، فاهربوا إلى الأخرى. فإني الحق أقول لكم، لا تكلمون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. وهكذا نجد أن أتباع المسيح هربوا وطردوا وانقضى حتى الآن نحو 2000 عام، ولم تتحقق الأمال الزائفة في أي وقت، وانتقلوا من مدينة لأخرى ثم لغيرها، والأمل قائم أن عيسى سيكون هناك. وراح الناس ينتقلون عبر كل المدن وماتوا، وتحللت عظامهم في القبور، لم يأتي عيسى بعد، لكن العواطف والأحاسيس ما زالت قائمة. فالعمل قائم على بيع فكرة مجنونة من أجل ترويج بضاعتهم، وهذا ما يؤدي فيما بعد لما نراه من قوائم الانتحار في أمريكا. نعم، لقد قام أحد الكهنة المبجلين ويدعى جيم جونز بارتكاب جريمة الانتحار. دفع 911 من أتباعه، بل 100% من أتباعه، لارتكاب الانتحار عن طريق احتساء عصير الليمون. نعم، المشبع بالسيانايد القاتل، لقد جعلهم جميعا يشربون منه. هل تتخيلون هذا؟ هل تتخيلون إلى أي حد يتم استعمال العاطفة أو الاسترسال مع العاطفة؟ إنها قادرة على جعل المرء يفقد كل شيء في انتظار ما يسمون أي وقت وأي لحظة. لكن مضى 1000 عام والعودة الموعودة لم تحدث بعد. أعتقد بعد كل هذا أصبح من العبث أن تعتقد أن المسيح عيسى رب.
أما عيسى كبشر كإنسان نحن نحبه ونحترمه، لكن حينما نقول عنه رب فيجب أن يكون متصفا بصفات الرب أو الإله. فما هو الرب وما هو الله؟ إنه خالق السماوات والأرض، فهل خلق شيئا؟ لا. وبالطبع سوف تجيبون أنتم بالنفي أيضا. إذن هل قال عيسى شيئا من هذا القبيل؟ هل قال أنا خلقت السماء والأرض؟ لا، لم يقل هذا. لذلك أقول لكم، إذا كان عيسى ربا فما هي حرفاته؟ ماذا كانت حرفاته أو مهنته؟ أقصد حينما كان هذا الرب عيسى في عمر 30 أو 33، ماذا كانت حرفته؟ الإجابة نجدها في إنجيل مرقس إصحاح 6 فقرة 3، أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ وفي إنجيل متى إصحاح 13 الفقرة 55، أليس هذا ابن النجار؟ وهكذا نجد أن عيسى نجار ثم هو أيضا ابن نجار، وهذا يا إخوان لا يتناسب مع الله. ثم إليكم صفة أخرى، الرب المحارب، الرب الذاهب إلى الحرب. يحدثون عن هيئة الذراع الصلبة للرب بين قوسين، لقد ذهب إلى الهيكل أو المعبد وبدأ في ضرب الجند البندكتي، ضربهم عيسى جميعا بالصوت كي يخرجهم جميعا من المعبد أو الهيكل، حتى الخراف والثيران، وألقى بالصيارفة، ألقى بالصيارفة وقلب الموائد عليهم، حتى الخراف والثيران، ألقى بالصيارفة وقلب الموائد عليه. وحينما مشى إلى القدس حدث حواريه بقصة سوف تحدث أو ما ينتظر أن يفعله، فقال لهم أذا قال قال حينما مشى إلى القدس حدث حواريه بقصة عما سيحدث لليهود. In that mood, he's marching on to Jerusalem and he's telling his disciples a story, a parable of what is going to happen or what he expects them to do. أما أولئك الذين يرفضون حكمي فهم أعدائي. Who will not that I should. من يرفضون حكمي هم أعدائي، لا يقبلوني حاكما فهم يرفضون أن أكون ملكا عليهم، لذا فلوا أعناقهم واذبحوهم أمامي واقتلوهم، انحروهم من أعناقهم. انظروا، نحن جميعا نتحدث عن عيسى الإنسان الرقيق الودية، ولكن إذا جاء هذا الكلام على لسان محمد بن سما قاموا الدنيا كما فعلوا حول قضية إمكانية أن تضرب زوجتك ضربا غير مبرر. فهل قال مثل ما قال عيسى حينما طلب ممن حوله أن يضربوا أعناق الناس الذين يرفضون حكمه؟ تعالوا لنرى شيئا آخر. هل أريكم شيئا آخر؟ الرب عنصري، هل يمكن لله أن يكون عنصريا؟ إن القصة يدين العنصرين في جنوب إفريقيا ونظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا، كلكم تعرفون هذا النظام وما فعل بنا طوال 300 عام. هؤلاء المسيحيون الطيبون رواد الكنيسة بانتظام أخبروني أن الله الخالق عنده أجناس، بمعنى أنهم يؤمنون أن الأجناس تنحدر من ولدي نوح، حام وسام، ولدي نوح حام وسام، وهم الشعب أو الجنس الأبيض أولاد سام، ونحن أبناء حام. وأن نوحا قد لعن الأجناس السوداء القديمة على وجه الأرض، سواء كانوا صينيين أو هنودا أو إفريقيين، حيث أن الوضع هكذا فهم لهم الحق أن يحملوا علينا ويستعبدون لمدة 300 عام، وقد فعلوا. وبفضل أهل البلاد الإسكندنافية، بفضلك يا سيدي، بفضل تحدثكم نيابة عنا، حدثت قدر من التغيير الآن. نعم، لكن لنرجع للعنصرية. لنجد أنه لو افترضنا أن عيسى رب لكان هذا الرب ونضعها بين علامتين يهوديا قبليا. سأقرأ عليكم ما يدل على ذلك من الرؤية الأصحاح 5 الفقرة 5، هو ذا قد غلب الأسد الذي من صف يهوذا. هو عيسى إذن أسد جاء من نسل يهوذا فهو يهودي قبلي. في متى الأصحاح 15 الفقرة 24، فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. أنا أقرأها الآن. إذن فذلك الرب جاء فقط لليهود، وما نقرأه في كتابكم الإنجيل. إذن فأنتم أيها الإسكندنافيون وكذلك السويديون، هل أنتم خراف بيت إسرائيل الضال؟ أنا حقيقة لا أعلم، وكذلك البريطانيون والفرنسيون والألمان. هل أنتم خراف بيت إسرائيل الضال؟ هذا ما قاله عيسى، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال.
إذن فقد أرسل اليهود، ولقب هذا الرب، هذا لو كان ربا فأنتم تسمونه ملك اليهود، مذكور في الإنجيل في متى الإصحاح الثاني الفقرة الثانية، وكذلك يوحنا الإصحاح الأول فقرة 49 والإصحاح الثاني عشر فقرة 13، حيث نجد في فقرة 49 من الإصحاح الأول إنجيل يوحنا وفيها أنت ملك إسرائيل. ثم في نص آخر من لوقا الإصحاح الأول فقرة 33 ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. هذا إذن هو الوعد الذي ورد في لوقا، أنه سيحكم بيت يعقوب أي اليهود وأن ملكه لا يكون له نهاية. لكننا نعرف أنه في وقت حكمه ماذا حدث؟ انتهى عرش داود، أصدر حكما عليه، شيء مدهش كما ترون، حيث أنه من المفترض أنه سيكون الحاكم للأبد. أنا لا أعرف إذا كانت لديهم كلمة للأبد في السويدية أم لا، لا أعرف. في الإنجليزية تعلمنا أن كلمة للأبد معناها للأبد، فهي لا تعني لمدة يوم أو دقيقة أو عام. إذن البشارة أن حكمه للأبد، وهذا ما لم يحدث بعد حتى إلى اليوم، أي بعد مضي نحو 2000 عام من الزمن، وما زال أعداؤه قابعين هناك في القدس. والآن تعالوا إلى صناع المعجزات الآخرين. يقول عيسى: كثيرون سيرونني في ذلك اليوم. وكما ترون المسيحيين يفتخرون بأنهم خبراء في تخليص الناس من الشياطين وفي شفاء المرضى وغير ذلك مما يدعون، ويدعون أنهم يفعلون باسم عيسى. ولك أن تسأل أي مبشر باسم من تفعل ما تقوم به فسيجيب باسم السيد أو الرب عيسى، فتسأله ثانية: وكيف فعلت ما تقوم به؟ فيجيبك باسم السيد عيسى، سيد المسيح، ثم يردد آمين. والآن نود أن نعرف ماذا قال عيسى عن هؤلاء الذين يقومون بكل هذه المعجزات باسم السيد المسيح. يقول عيسى في متى الإصحاح السابع الفقرات 22 و23: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ باسمك يا رب. هؤلاء هم المبشرون الذين يفخرون أنهم يشفون الأعمى ويبرؤون الأبرص وحتى الموتى أنفسهم، فهم يباركونكم روحيا، وقد فعلوا هذا باسم عيسى الرب. فماذا قال ربهم عيسى؟ الفقرة 23: فحينئذ أصرح لهم إني لم أكن أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم، اغربوا عني، مدهش مثير، لقد فعلتم كل هذه الأشياء وضحيتم بحياتكم وعائلاتكم وكل شيء في ترحالكم، في ترحالكم إلى باكستان وإندونيسيا وإفريقيا في وسط الذباب ووسط الأمراض، وقد فعلتم كل هذا. وسيخبركم عيسى قائلا: يا سادة ابتعدوا عني، فأنا حتى لا أعرفكم، ويا ليت الذبح يكون مصيركم، ليت الذبح يكون مصيركم. معجزات، هذه المعجزات التي يفخر بها المسيحيون. يأتي عيسى ويقول: عفوا أنا آسف أرجوكم المعذرة. في متى الإصحاح السابع الفقرة 15: يفترض أن الروح القدس يوحي لمتى فيقول: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتوكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. وهكذا نجده يحذر منهم. ثم يقول ثانية في إنجيل مرقس إصحاح 13 الفقرة 22: لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. إذن فما تفعلون وتزعمون من معجزات ليس مقياسا على أنك أو أنكم رجال طيبون أو على أنك مؤمن حقيقي. وهناك اختبار آخر، وهو أن كل معجزاتكم ليست اختبارا، ذلك لأننا أخبرنا أن الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة بوسعهم أن يقوموا بهذا الشيء ويعدونه للدرجة والحد الذي يجعل حتى حواري عيسى ينخدعون ويضللون. أيها القس، فيما يتعلق بقضية السم الذي قدم لك الليلة الماضية، كما ترون قد كان للشاب سؤال عادل جدا، عادل، وكان لديه ما يبرر سؤاله العادل. فالأمر متعلق بالعقيدة، وإذا كان لديك عقيدة وإيمان فأنا أريد دليلا على ذلك. ولو كان عيسى المسيح هو الذي قال ما جاء في إنجيل القديس مرقس الإصحاح 16 الفقرات الأخيرة،
وبالذات الفقرة 17 فلا بد أنك قرأتها، فمن المفروض أنك تفعل ذلك. هذه الفقرة ليست موجودة في هذا الإنجيل سيدي القس، إن الفقرات من 9 إلى 20 غير موجودة هنا في هذا الإنجيل فيما يتعلق بسفر مرقس، غير موجودة في هذا الإنجيل الذي أشير به. أيها الشاب، هل تستطيع أن تقرأ بالإنجليزية؟ لا، لا تستطيع. أيها القس، هل بودك أن تساعدني؟ انظر إلى هذا الإنجيل الذي أخرجه المسيحيين 32 عالما من أصحاب المكانة الرفيعة، بالإضافة إلى 50 طائفة مسيحية متعاونة معا. في هذا الإنجيل حذفوا الفقرات من 9 إلى 20 والتي أشرت إليها بدعوى أنها ملفقة. نعم، لقد حذفوا الفقرات من 9 إلى 20، إنها ليست هنا يا سيدي، لكن بالطبع كما أخبرتك ليلة الأمس نعم قد أعادوها في هذا الإنجيل. قد يبدو كلاهما متشابهين، لكن في أحدهما نزعوا الآيات وفي الآخر وضعوا. هل تعلمون لماذا؟ لأن أفرادا وطائف أرهبوهم مثلما يحاول بعض الناس أن يرهبونا. مثلا شخص اتصل تليفونيا بالقس وآخر أرسل لي برقية، وقد يكون من بين المسلمين أو من المسيحيين، فنحن لدينا أصدقاء غريب الأطوار في كلا الطائفتين. في جنوب إفريقيا كان يصلني مكالمات تليفونية وكذلك خطابات من اليهود والمسيحيين ومن الهندوك وأحيانا حتى من المسلمين، وجميعها تهدد حياتي. ولكن ماذا أفعل؟ هذه هي أخطار المهنة ويجب توقعها. حتى في واحدة من أعظم الديمقراطيات وهي أمريكا، نجد أن 75% من رؤساء الولايات المتحدة، وأقول 75% منهم، تم اغتيالهم أو تم إنقاذ حياتهم بفضل التيقظ. هل هذا حقيقي أم كذب؟ 75% كما ترون. إذن هذه الأخطار والمهالك تقع طوال مهنتي، ويجب عليك أن تتوقع مثل هذه الأشياء، وما يجب أن ترهبك لدرجة أن تقول أنني أنوي ألا أشارك أو أحاور بعد ذلك ثانيا. لا لا يا سيدي، لن تفعل ذلك يا سيدي، فيجب أن نشارك مرة تلو الأخرى، ولعل اللقاء الآخر القادم في ستوكهولم حيث يكون بالإمكان استيعاب 4 إلى 5 آلاف بالحضور، نناقش الصلب المسيح أو أي شيء آخر. دعنا نشترك في الظهور على المنصة ومشاركة إخواننا فيما لدينا من معرفة. تعالوا إذن للفقرة 17 نقرأ ماذا تقول. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي. أنتم تؤمنون به؟ ورغم هذا يقول القس لقد سكن الشيطان سكنك، ثم يقول إنك أنت الشيطان، مخاطبا الشاب الوديع بذلك. وكما تعلمون القدر ارتعد وأرهب الشاب لمجرد أن نطق بالسؤال، لكنني أقولها نيابة عن الشاب وبكل ما لدي من قوة، أنت الشيطان وليس هذا الشاب المرتعد والمتلعثم لسانه فحسب. نص الإنجيل الذي قرأته الآن، المفروض أن الرب قد منح القوة، ومن ثم فبإمكانك أن تخرج الشيطان من ذلك الشاب، لا أن تميته رابا. فالمفروض أن تكون أولى مهامك أن تخرج الشيطان، والمفروض أن يتحدث بعد ذلك بلسان آخر. لقد رأيتك تحاول أن تعبر عن نفسك بشكل جميل باللغة الأردية، فهل استطعت أن تحدثنا باللغة الزولو يا سيدي؟ وبمناسبة الألسنة، Can you speak Zulu؟ هل يمكن أن تحدث الزولو؟ بمناسبة الألسنة والتي تعني اختلاف اللغات، أقول القس عن كل لغة يستطيع أن يتحدث بها، بإمكاني أن أتحدث لي 3 لغات أجنبية مقابل ذلك، مقابل كل لغة واحدة ينطق بها. وهذا يا سيدي لن يكون بمساعدة الروح القدس، لن يتدخل الروح القدس، فقد سأعطيك إياها من خلال ما وهبنا الله من عقل يسجل كالكمبيوتر. ونستمر في قراءة باقي النص الوارد في إنجيل مرقس، نستكمل فقرات 17 و 18. ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. إذن ومصداقا للنص الإنجيلي، لو كان عندك عقيدة وإيمان لما خفت، ومن ثم فقد كان الشاب يختبر إيمانك، فما كان منك إلا أن فقدت أعصابك، ومن ثم فقدت إيمانك أيضا مع أعصابك، كلاهما ذهب وتبخر معا. وبهذه الكلمات أعبر عن خالص امتناني العظيم لي تحت هذه الفرصة لي، وأشكر القس لتوفير وتهيئة هذه الفرصة التي أتاحت لي القدوم إلى بيت من بيوت الله، وأتاحت لي مشاركتكم فكريا جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للشاب الذي حضر ومعه السم ليلة أمس، فقد أخرجنا منه الروح الشريرة من خلال الصلاة، حيث عانقته زوجتي وأخبرته أن الله يحبه.
وقد صلت من أجله حتى هدأ. ولا أعتقد بل أجزم إن هذا الشاب لن يحاول قتل الليلة، وهذا هو الدليل على أن الشيطان قد أخرج منه. أما عن الكتيب فالكتيب صادر عن مركز الدعوة الإسلامية في دربن، حيث يشغل بذات منصب الرئيس للمركز، وحقيقة اسمك ليس مكتوبا على الكتاب، ولكن الشيء المثير أن الجزء الأساسي من محاضرتك الليلة هو ما كتب في هذا الكتيب. أود أن أقدم لك النصوص التي يشرح فيها عيسى ألوهيته. إنه يقول في إنجيل متى الإصحاح 18 الفقرة 29 الآتي: لأنه حينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. أكون في وسطهم، إذن فهو يمنح نفسه صفة الألوهية كونه موجودا كرب حيثما يصلي الناس. ثم يقول عيسى: وقد أعطيت لي كل القوى في السماء والأرض. فهل تحتاج إلى شيء واضح أكثر من ذلك؟ وفي إنجيل يوحنا نقرأ الآتي: وقد أحيا الأب الميت. وقد قرأت ذلك من قبل: أحيا الآب الميت ثم وأعطى الآب للابن كل الحكم. هكذا يخبرنا عيسى أنه راب، لأنه سوف يحكم العالم. الآب أعطى الحكم كله للابن. كما قلت لكم، عيسى يخبرنا إنه رب لأنه سوف يحكم العالم. في سفر الرسالة لأهل فيليبيان الإصحاح الثاني الفقرة العاشرة: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. ومن ثم فعيسى مقدر أن يعبد أو لا بد أن يعبد. في كتاب الرؤيا يقول عيسى عن نفسه: لا تخشوني، فأنا الأول والأخير. وقبل ذلك قال: أنا البداية والنهاية، أي أنه الأول والأخير أيضا. وقوله: أنا وهو الكائن، وقد كنت ميتا وأنا حي للأبد. آمين. وبيدي مفاتيح النار والموت. إذن فعيسى يعلن أن له قوة ألوهية، لكن في عصر ظهور عيسى كان هناك أكثر من فرد يدعون أنفسهم بالمسيح، ومن ثم فقد استخدم طريقة مختلفة ليظهر نفسه، فكان يأتي بالأفعال التي يفعلها الله ويترك للناس أن يشهدوا من هو. لكنه أيضا وفي نفس الوقت صرح بها. نعم، صرح بها صريحة. والآن يا سيد ديدات، أراك دائما تتحدث بلسانين. يؤسفني أن أقول ذلك، لأنك بدأت حديثك بقولك إنك لا تتحدث وإنك فقط تناشد، لكنك اليوم أعلنت أنك تنظر لهذه المناقشات كحلبة ملاكمة، ثم تقول إنك تؤمن بعيسى بأنه المسيح، وبعد ذلك تمضي نحو الساعة تنكر هذا العيسى وتسخر منه. إنك تراوغ وتجدف وتقدح في مسيحنا عيسى وتكفر به، وذلك لأن هناك شيئا واحدا لست قادرا على فهمه. لقد أثرت نحو 30 سؤالا مختلفة، وهذا أيضا أسلوب للمسلمين وتكنيك للمحاورة، ذلك لأنك أتيت هنا تتحدى عقيدتي وإيماني، إيماني المسيحي. وقد أبلغني المسلمون بألا أتحدث بأي شيء ضد القرآن، ثم طلبتم مني أن أتحدث إليكم وأعطيتموني 10 دقائق للإجابة على 30 سؤالا. هذا ليس عدلا. أود فقط
أن أخبركم أن كل ما لم تستطيعوا أن تفهموه هو ماذا قال الإنجيل. حب الله العظيم، فقد قال الإنجيل الآتي: إن عيسى مساو للرب وعلى هيئة الرب، وقد نأى بنفسه عن الشهرة وأخذ على عاتقه شكل الحية وقد صور على هيئة إنسان. لماذا تسخر وتهزأ وتقدح في هذا وتذكر عيسى حينما حضر وبكى مع الناس في أسى؟ ثم لماذا تذكر قصصا مستهزئة بعيسى وهو جائع حينما ذهب يتعرف على الجائعين؟ إنني أقول إن المسلمين لم يفعلوا أي شيء أبدا كي يساعدوا لاجئيهم، بل كان على المسيحيين أن يقوموا بذلك. إن عيسى كان راغبا في أن يصبح شخصا عاديا، وقد دعا أباه خلال ذلك الوقت، وقد شعر بالألم وأحس بالنعاس أو النوم، وهذا فعلا حقيقي. وأما حينما تحدث إلى شجرة التين، فأنا أقول لك إنك لم تقرأ الإنجيل، وهذا ما أقوله دائما، لأنك لو عرفت الإنجيل لعلمت أن عيسى حينما تحدث إلى شجرة التين كان يعلم أنه في العهد القديم كان يرمز لإسرائيل بشجرة التين، كان يرمز له بذلك، وقد تنبأ عيسى بنبوءته ضد إسرائيل في ذلك الحين. إن لدي تفسيرا لكل هجوم شننته على المسيحية، وحينما تقول إن عيسى عنصري شعرت بالضيق، لأن عيسى نعم، لأن عيسى قال إنه مبعوث للعالم أجمع ويرغب في جعل كل الناس على اختلافهم حواريا، وقد أوضح كيف يبدأون في القدس ثم ما حولها إلى يهودا وسماريا ثم بعد ذلك إلى العالم أجمع. كانت هذه هي استراتيجية عيسى، وكان هذا حول الفقرات التي اقتطفتها. أما إذا ذهبنا بعيدا كما فعلنا، فاستمع إلى الآتي: لقد أعطينا إريتريا حينما كانت تعاني هي وإثيوبيا من المجاعة، أقول أعطيناهم 1,000,000 كيلا من الدقيق من كنيستي من الطحين، وقمنا بإرسالها لهم بحرا. استمع، هل تسخر مني؟ هل تهزأ مني؟ هل تكفرني إذا كان علي أن أقول إنه بسبب ضيق إمكانياتنا كان علينا أن نحمل إليهم 25 كيلا فقط في البداية، وبعد ذلك أخذنا 25 كيلا أخرى تبعتها 100 كيلا أخرى تبعتها 1,000 كيل؟ وإذا كنت قلت إنه في الساعات الأولى أخذنا 500 كيل فقط، فقد أعقبناها 500 أخرى، وهكذا وهكذا. أما فيما يتعلق بقول عيسى إنه قد جاء فقط لليهود وأنه لابد أن يبدأ من القدس ويهودا والسامرة، فقد أعلن بعد ذلك ما تصمت أو تلزم الصمت عنه دائما وما جاء في نصوص الإنجيل. هذا هو أسلوبك في كل أنحاء العالم. إن عيسى يقول إن حبي للعالم أجمعين، وها هو الوقت قد انتهى. وقد تحقق أسلوبك بالضبط. القائم على طرح كثير من الأسئلة مع عدم وجود الوقت الكافي للإجابة عليها. شكرا. نشكر القس ستانلي شوبرج والسيد أحمد ديدات على حديثهما، وننتقل الآن أيها السادة والسيدات إلى الجزء الخاص بطرح الأسئلة، علما بأننا لم نخبركم حتى الآن عن كيفية سير هذه العملية، فليس لدينا شيئا محددا حتى الآن، على أن المطلوب هو إنهاء هذه الجلسة عند الساعة 10 تماما، ومن ثم فنحن لدينا متسع من الوقت يبلغ نحو ساعة من الزمان تقريبا، وسيخبركم زميل المشارك بقواعد طرح الأسئلة، لذا نرجو منكم التفضل بالسماع جيدا لهذه القواعد، وشكرا.
الإخوة والأخوات، نحن وصلنا إلى الوقت المحدد للأسئلة. هناك ميكروفون في الأمام هنا، ولو سمحتم من فضلكم أن تصفوا صفا أمامه، ويمكن للصف أن يمتد حول القاعة وبشكل مرتب. شكرا. والآن ومن أجل إدارة الأسئلة بشكل فعال وعادل، أتمنى منكم أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة والأخوات، انتبهوا. Please pay attention. Thank you. In order for the فهناك قواعد يجب اتباعها. Fairly and efficiently, there are certain rules that we must follow. أولها أن يكون من فضلكم السؤال متعلقا بالموضوع المطروح للحوار، وهي: هل عيسى رب؟ وتذكروا من فضلكم أن الوقت مخصص لطرح الأسئلة وليس لإلقاء المحاضرات. أما إذا أراد أحدكم أن يلقي بمحاضرة، بإمكانه ترتيب هذا الأمر مع القس ستانلي، وقد يرتب الأمر لكم، وفي كل الحالات سنحضر الاستماع إليكم. ثم من القواعد التي يجب اتباعها أن يتم طرح سؤال واحد في المرة من فضلكم، وإذا أردتم طرح مزيد من الأسئلة فمن فضلكم ابدأوا من نهاية الصف وانتظروا حتى يحين دوركم ثانية. برجاء أيضا أن تطرحوا سؤالكم بطريقة مختصرة وموجزة وبشكل مباشر. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، وحيث أن لدينا متحدثين هنا وينبغي أن نعدل بينهما، لذا فالأسئلة ستكون بالتناوب بينهما، ومن ثم سيكون السؤال الأول للقس ستانلي، ويليه السؤال الثاني للسيد أحمد ديدات، وهكذا حتى ينفد الوقت المحدد. وشكرا. أود أن أخبركم أن السؤال الأخير سيطرح أو سيتم السماح به عند الساعة 10 إلى 10 دقائق. ومن ثم فلنبدأ بالسؤال الأول الموجه للسيد ستانلي شوبرج. أنا سيدة سويدية مسلمة، وقد تحولت إلى دين الإسلام بسبب حيرتي مما وجدته في الكنيسة، فقد كنت دوما أتعجب إذا كنت سأصلي لله، فلماذا أصلي لعيسى؟ ولماذا عيسى قبل الله؟ إنني لا أفهم ذلك. إن هذا الأمر مربك ومحير للغاية، وقد قلت هذا الكلام لمن حولي حينما دخلت الإسلام، حيث وجدت فكرة واضحة أمامي: إله واحد ورب واحد، وأنا أؤمن بأن هذا هو طريقه. إنني أؤمن بعيسى أيضا، لكن أود أن أقول بأنه أيضا من لحم ودم مثلي ومثلك وجميع البشر، وآمل أن تكون فهمت سؤالي. لقد فهمت سؤالك تماما. الإنجيل يخبرنا بأنه يجب علينا أن نصلي لله، وليس هناك تصادم أو تعارض في فكرة الثالوث، حيث الرأس هو الله، يليه الآب والابن والروح القدس.
جميعهم واحد مثلما الله واحد. فإذا صليت للأب الراب أو تحدثت إلى عيسى أو سألت الهداية من الروح القدس فأنت تتحدثي وتكلمي إلى نفس الرب. لكن عيسى أتى إلى هذا العالم من أجل أن يصلح الإنسانية مع الله وعليه. فقد تعلمنا أن نصلي للرب باسم يسوع، لأنه حينما بعث عيسى من موته فقد بعث بجسد سماوي. He resurrected in a heavenly body. You said, وقد قلت أنت هنا من قبل إن عيسى لا يمكن أن يكون إلها لأنه يأكل، لكن عيسى كالملائكة وكالرب الذي التهم القرابين أو الأضحية كما ورد في العهد القديم. كذلك فإن عيسى بجثمانه السماوي أصبح ألوهيا بالرغم من ظهوره أمام الحواريين. ومن ثم فأنت تصلين لله باسم عيسى، وهذه الطريقة كي تقتربي أو تتقربي إلى الله. شكرا للسيد ستانلي شوبرج. والسؤال الثاني للسيد أحمد ديدات. السلام عليكم. سؤالي موجه للسيد أحمد ديدات. وبادئ ذي بدء أود أن أشكره على كل ما قدم لي من مساعدة شخصيا ولأناس آخرين مثلي اعتنقوا الإسلام. وكنا جميعا هنا في الكنيسة أعوام 84 و85. والآن إلى السؤال، وسؤالي هو أود من السيد ديدات أن يشرح أو يفسر لنا ولو قليلا العقيدة الكنسية المشيخية، وأن يعطينا إذا أمكن فكرة موجزة عن تاريخ تطور هذا المذهب المسمى بالثالوث. فنحن نعلم أنه نتاج فترة طويلة من الحروب العقائدية حول ألوهية عيسى المسيح، وأن تلك الطبيعة المقدسة له قد استقرت، وقد وقع أو حدث هذا النقاش في الإسكندرية ما بين أعوام 316 و323 ميلادية في مصر، وكان هذا بين أثناثيوس الإفريقي وإرييس، وكان أثناثيوس يشير لعيسى المسيح على أنه ابن الله وأنه لا بد أن يكون أصغر من الله. وحيث أن الله خالد وأزلي إذن فليس بإمكانه أن يكون ربا. عموما أود من السيد ديدات بأي شكل أن يشرح لنا ولو قليلا هذا الأمر، وشكرا. قبل أن أقدم أي تفسير لفكرة الثالوث، أشكر الله سبحانه وتعالى وأقول الحمد لله الذي أنقذ عنقي. فقد كان لدى القس 10 دقائق والإنجيل بين يديه، ولم يستطع أن يأتيني بما طلبت منه مرارا. لقد طلبت ذكر جملة واحدة من الإنجيل يقول فيها عيسى أنا رب، أو يقول فيها أعبدوني. وقد فشل القس في ذكر ما طلبت وأنا أعلم ذلك، ومن ثم فقد منحني الله فرصة أخرى، وإلا لما كانت هناك فرصة بعد ذلك. أما فيما يتعلق بفكرة الثالوث فلك أن تسأل الذين يؤمنون بالتثليث، إنهم يعتقدون أو يؤمنون بأن الآب إله وأن الإبن إله وأن الروح القدس إله، لكنهم ليسوا ثلاثة آلهة ولكن إله واحد، ويستمرون في صنعتهم فيقولون الآب عظيم والأبن عظيم والروح القدس عظيم، وإنهم ليسوا ثلاثة عظماء وإنما عظيم واحد. هذا هو نهجهم، ويستمرون فيقولون أن الآب شخص والإبن شخص والروح القدس شخص، لكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص لكن شخص واحد. ودعوني أسأل المتحدثين باللغة الإنجليزية لأنني لا أستطيع أن أتحدث باللغة السويدية. أقول المتحدثين باللغة الإنجليزية، هل هذا الكلام له معنى عندكم في لغتكم، أم أنكم تنطقون بكلمات ليس لها معنى؟ إنكم تقولون شخص وشخص وشخص، ولكن هؤلاء ليسوا ثلاثة أشخاص لكنهم شخص واحد. وأنا أسأل أي لغة تتحدثون، لأنني أعرف الإنجليزية فقد علمني إياها البريطانيون، إذن فأي لغة تتحدثون؟ إن هذا ليس في لغة الإنجليزية وإنما لغة تخترعونها، دعوني أسميها جيبريتش، وهي حتى ليست لغة إغريقية. شخص وشخص وشخص، وجميعهم ليسوا ثلاثة أشخاص لكن شخص واحد. إنني أقول لو أن أي فرد منكم، ونتخيلنا منكم من له أخان، أي أنهم ثلاثة توائم، ونفترض أننا نستطيع أن نفرق بينهم أو بين ثلاثتكم، وهب أن أحدكم ارتكب جريمة قتل، هل نستطيع أن نشنق الآخر؟ لما لا؟ فأنتم متشابهون، حينئذ ستقولون لا، فكما ترى أنا شخص مختلف. فأسألك، وما
ماذا يجعلك شخصا مختلفا؟ والإجابة شخصيتك. والآن في ذهنك هناك تصور أن الآب مختلف والابن مختلف والروح القدس مختلف، وحينما تقول باسم الآب يتراءى لك تصور ذهني معين لكل آباء الميلاد بأنه كبير عن أي شيء تستطيع تخيل حجمه، ملايين ملايين الأطنان وأكبر من الإنسان لكنه شبيه بالإنسان، فإذا أنه يتخذ السماوات سقفا له عند رأسه والأرض بابا له عند قدميه. هذا هو الآب الحي في السماء. وحينما تقول الله الابن فماذا تفكر في هيئتي في ذلك؟ إنك تتصوره شابا وسيما كالذي ترونه في ملك الملوك الذي يقوم بأدائه ممثل جيفري هانتر، ذو شعر أشقر وعينين زرقاوين وملامح اسكندنافية وليست ملامح يهودية. نعم إنه لا يبدو شبه اليهود. وهناك صورة للمسيح، هناك صورة للمسيح عيسى معلقة في الخلف هنا في هذا المكان حيث أخذوني لأستريح قبل أن أمثل أمامكم، وقد رأيتها على الحائط، وهي صورة لشاب وسيم يشبه شخصا نرويجيا أو سويديا ذا عينين زرقاوين إلى آخره، وهناك هالة على رأسه. ولو سمحوا لكم اذهبوا وألقوا بنظرة على هذه الصورة، ستجدون هالة على رأسي. وأنا أسأل من أين جئتم بهذه الهالة؟ أظنكم تعرفون الضوء النيون، هذه الهالة تشبهه وهو ضوء معلق في الهواء، فمن أين أتيتم بهذه الهالة؟ هل قال الإنجيل إن هناك هالة حول رأسه؟ هل رأى اليهود مثل هذا الأمر؟ بالطبع لا، لكن كما ترون فنحن الآن مبرمجون على التفكير والاعتقاد في أي شيء، فكل شيء يقوله الإنسان هزلا نقبل به. وأعود وأقول إذن فقد حذف هذا الثالوث من الفقرة العشرين من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس الفقرة السابعة حيث جاء فيها فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هذه الفقرة أيها الأخوة قد تم حذفها من هذا الإنجيل مسمى بالنسخة المنقحة المعتمدة، تم الحذف بدعوى أنها ملفقة أو مختلقة مفبركة، ومن ثم فهذه الفقرة ليست موجودة هنا، لقد نزعت أو رفعت. لماذا؟ سبب أن هذه الفقرة ما هي إلا ملحوظة سجلها أحدهم في القرن السادس من أجل الإيضاح، فجاء الناشرون وأخذوا هذه الملحوظة المدونة في أمش النص ووضعوها في النص الأساسي، وهكذا زحفت إلى النص الأساسي الأصلي. والآن اكتشف علماؤكم أن هذا تلفيق واختلاق أي فبركة، وأنها ليست من أعمال يوحنا، ولذا فقد حذفوها وألقوا بها على أنها اختلاق أو كذب وافتراء. إذن فعيسى المسيح لم يعلم أحدا مطلقا الثالوث أو التثليث حينما كان يسأل. ففي إنجيل القديس مرقس وهو رجل مثقف من اليهود قد أتى المسيح وسأله يا سيدي ما هو الأمر الذي يعتبر أول الجميع؟ وقد أجابه عيسى وقال له الرب الواحد. وعيسى حينما قال ذلك كان يكرر ما قاله موسى بالحرف الواحد منذ 1300 عام مضت قبله وبدون تغيير ولا نقطة واحدة ولا نقطة واحدة. ولو كان التثليث هو ما يعلمه عيسى لكانت هذه في السماء هم ثلاثة، كانت اللحظة المناسبة لتعليم هذا الشخص. ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. إن عيسى لم يقل لسائله هذا الكلام مطلقا، بل ذكره بما قال موسى قبله بألف وثلاثمائة سنة، ومن ثم فليس هناك هذا الشيء المسمى بالتثليث والمذكور الحديث عنه في إنجيل عيسى المسيح. السؤال التالي للسيد ستانلي شوبرج. ستانلي، أولا أود أن أعبر عن احترامي وعن تقديري لمسألة أنك تواجه القتل أو التهديد، وأنني أصدقك فيما تقول في هذا الشأن، لأن هناك كثيرا ممن يطلق عليهم مسلمين من أولئك الذين يفقدون أعصابهم بسرعة وأنا أسف لهم. وأما الشيء الثاني فأود الحديث عنه لأنك أشرت إليه بالأمس وكررت الإشارة إليه اليوم ثانية، وهو قولك ومعك كل الحق بأنك ساعدت كثيرا من المسلمين وأنكم أرسلتم طعاما لأريتريا وللأيتام في أثيوبيا، ولكن المشكلة التي لم تشغل بالك هي أنه ليس من بينها هذه البلاد حتى لو أطلقوا على أنفسهم لفظ مسلمين، أقول ليس من بينهم من لديه حكومة إسلامية، إنما حكومتهم نسخة منك. أرجو الهدوء من فضلكم. والآن أصل إلى سؤالي وهو سهل للغاية، وسؤالي يقول أن الأناجيل تحدثنا بأكاذيب وتخبرنا بأن عيسى ذلك الرجل العظيم يكذب، ففي إنجيل يوحنا الإصحاح السابع الفقرة من 8 إلى 10 تتحدث بالضبط عن طلب عيسى لهم أن يذهبوا للعيد مع أخيه، ودعونا نقرأ ما جاء فيهما. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. ثم نقرأ في الفقرة العاشرة الآتي،
ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل في الخفاء. ومن هذا يتضح أن الإنجيل يعلن ويقول صراحة أن عيسى قد كذب، لأنه أخبر أخاه أن يخبرهم أنه لن يأتي بعد إلى العيد، وبعد ذلك ذهب في الخفاء. والشيء الثاني موجود في العهد القديم، حيث نجد لوطا في سفر التكوين الإصحاح 19 الفقرة 35-36، حيث يقول النص أن بنات لوط قد استقر رأيهن على أن يمارسن الجنس معه كي ينجبن منه. أما زلت تصر على ما تقول من المسيحية؟ بوسعي أن أجيب فيما يتعلق بالحكومات الإسلامية. لم أكن أعرف أنك لا تعتقد أن إيران لديها حكومة مكونة من المسلمين، ولم أكن أعرف أن باكستان دولة غير إسلامية. لم أكن أعرف ذلك، لكنني سمعت أن إيران وباكستان حقيقة يشكلهما المسلمون، ونفس الشيء مع العراق، حتى ولو كنتم لا تحبون صدام حسين. وأعتقد أن الأكراد من المسلمين، وقد ساعدنا الأكراد، ونحن نتعامل مع المسلمين سواء كانوا في الحكومة مع شخص ما أو في ظل القوانين الإسلامية الحقيقية. أما فيما يتعلق بالسيد ديدات، فلا أستطيع أن أمنع نفسي من الغضب، لأنني جربت سلوكا غير أمين، وتملأني النقمة لأن السيد ديدات تصرف كضابط نازي يستجوب نعم يستجوب سجينا مسكينا لا حول له ولا قوة، لأنكم تطلبون من المسيح تطلب من عيسى يقدم نفسه حسب ما تريده أنت أن يشكل كلماته. وأنا أقول لك يا سيدي ذات إن عيسى أعظم منك، وحينما يعلن أنه رب ويعلن الإنجيل أن الجميع عند أو تحت قدميه يصبح مفهوما، حتى لدى طفل صغير معنى ذلك. وإذا أخبرني عيسى بهذا أن كل القوة والسلطة أعطيت له يصبح مفهوما حتى لدى الطفل أيضا، أنه يجب عليك أن تصلي له. وبعد ذلك فيما يتعلق بقولك إنك تؤمن بعيسى وطوال الوقت تحاول أن تسلب عيسى صفاته وتحيي لنا شخصا آخر أسميته أنت المسيح عيسى، ترفعه شخصا آخر. الآن نحن العالمين بالإنجيل، يجب علينا أن نحذر في هذه الأيام، لأنك قلت الآن إننا ننتظر قدوم عيسى ثانية أو عودته منذ 2000 عام. وأنا أقول لك إن عيسى الذي تتحدث عنه والذي تريد أن تحييه ليس بمسيحنا، ليس بمسيحنا عيسى. فالإنجيل يتحدث عن شخص يأتي آخر الزمان ويعلن نفسه أنه المسيح عيسى، لكنه المسيح الدجال، وسيصحبه إلى جواره النبي الزائف. والآن لماذا تقول إن عيسى يكذب حينما كتب في إنجيل يوحنا الإصحاح 7 ما تلوته وقاله عيسى نفسه وهو اصعدوا أنتم إلى هذا العيد؟ أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. والآن استمع إلي، إن عيسى قال اذهبوا لأنني لست مستعدا بعد، فسأمكث في البيت وأصلي وأهيئ نفسي، لأنني حينما أصل القدس أصل بعدكم بأيام قليلة،
فتذهبوا أنتم وسآتي أنا بعد أيام قليلة، وحينما آتي أبارك القوم كما يبارك الله البشر. ولذا لا تقل إن ربي عيسى يحدثنا بالأكاذيب، فهو لا يفعل ذلك. السؤال التالي سيكون للسيد ديدات، وأود أن أطلب منكم الإيجاز والاختصار، ومن المتحدث أن يحترم الوقت المحدد لكل سؤال ويحاول الإيجاز قدر المستطاع. شكرا. My question is very short. In the Old Testament, حدثنا كتاب العهد القديم أن العين بالعين والسن بالسن إلى آخره، ثم تطورنا خطوة مع قدوم عيسى الذي علمنا كل هذه الأشياء إذا لم تكن تعرف. وأنا متأكد تماما أنك تعلم، وقد قلت أنك تؤمن بالله وأن الله له طبيعته، فهو يعرف الماضي والمستقبل والحاضر. وقد أتى عيسى، وأنا متأكد أنك تعلم وتجد هذا في هذه الكتب وربما في القرآن أيضا. وقد أخبرنا عيسى، إذا لطمك أحد على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر. قد علمنا العطف والرحمة والسلام والحب والإحسان، علمنا إنه إذا طلب منك أحد أن تذهب معه ميلا فاذهب معه، وإذا سألك فأعطه، وحينما طلب أحدهم منه أن يذهب ويبشر قال له اذهب وبشر بكلمتي في سلام وفي غير عنف، فإذا قبلوا بدعوتك فقد فلحت، وإن أعرضوا عنك فاتركهم واذهب. لماذا إذن بعد مرور 600 عام من هذا يأتي ربك الذي تؤمن أنت به وأنا أؤمن أيضا ويغير رأيه ثانية، فيقول من يضربك فاضرب، اذهبوا ادعوا باسمي وإن لم يقبلوا بي إله وبكلمتي فاقتلوهم، وإذا لم تجبك زوجتك لما تريد فاقتلها، وهكذا اقتل عاقب اقتل عاقب اكره انقت، إن الله رفعني فكيف يدنيني ويحط بي ثانية. حسنا، لقد حمي وطيس الحوار. يقول الأخ إن عيسى يقول أدر خدك وامنح معطفك وإلى آخره، ولكن الآن أنت تقول إن الله لا يغير رأيه، لكنه قد منحك في البداية قانونا مؤداه العين بالعين والسن بالسن، وأنا أرد عليك. But he had given you a law, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. You are a Christian today. أنا أرد عليك السؤال من سؤالك. I make out you are a Christian. ألم يغير الله رأيه؟ ففي البداية أخبركم بأن العين بالعين والسن بالسن، ثم بعد ذلك قاوم روحكم الشريرة، فجاء ما تقوله من أنه إذا ضربك شخص ما على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. إذن فوفقا لما جاء في إنجيلكم نجد أن الله قد غير رأيه. ومثال آخر مع الزوجة، نجد أن الله يحلل طلاقها، ثم يأتي عيسى فيحرم ذلك ما لم ترتكب جريمة الزنا، فلماذا إذن يغير رأيه؟ إذن فهو يغير رأيه بشكل مستمر، وأنت قلت إن الله لا يغير رأيه، ومن ثم فعليك أنت أو القس أن تعلل أو تعلل هذا. هذا الأمر وليس لي، ولكن حينما تتكلم عن مزاعمك ضد القرآن وأنه قد قال إذا لم يقبل أي أحد من كلمة الإسلام فأطلقوا النار على رأسي واقتلوه، وهو القرآن، وسأمنحك الفرصة حتى الساعة العاشرة، حتى الساعة العاشرة لتأتي لي بتلك الآية وتبينها لي، وسأمر القرآن لك لتفعل ذلك. شكرا يا سيد ديدات.
سؤالي حول قولك إن عيسى المسيح مات من أجل خطايانا التي وقعت منذ نحو 2000 عام مضت، والبشرية موجودة منذ آلاف السنين والخطايا لا تتناقص بل أنها تتزايد، فلماذا؟ انظر لأمريكا الشمالية، وانظر إلى أمريكا الجنوبية، وانظر لآسيا، وانظر لأفريقيا، انظر للخطايا وانتشارها، وكذا الخمور والمخدرات وحوادث الاغتصاب وتزايد الحشرات والآفات، فهل سيأتينا عيسى آخر ويموت من أجل خطايانا؟ وشكرا. ها هي إجابتي. حينما يفسر لنا الإنجيل المعركة بين الله والشيطان وبين الخير والشر، ويشرح لنا الإنجيل أن الله لديه خطة للخلاص والتطهير، لكن هذا الصراع صعب حتى على الله، لأن البشرية قد أدارت ظهرها لله زمنا بعد زمن وعهدا بعد عهد. والآن ماذا فعل عيسى حينما مات على الصليب؟ لقد منحنا جميعا على مدى كل الأجيال إمكانية أن نتلقى العفو ما دمنا نتوب، لكن النصر الحقيقي على الشر وعلى الشيطان لم يأتي بعد. ويخبرنا الإنجيل، وأنا لا أعرف ولا أدرك لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا، لكن الإنجيل يقول إن الشر قوة ذات كيان هائل، إن هذه القوى الشريرة أقوى أو تكتسب قوتها بسبب أن البعض قد أدار ظهره لله. إننا لسنا بحاجة إلى عيسى آخر ليحمل عنا خطيئتنا ووزرنا، إن اللحظة التي نتوب فيها يتوفر العفو والمغفرة مباشرة في نفس اللحظة. والإنجيل يقول إنه في ذلك الوقت سيأتي عيسى ممجدا مع وعد ألا يموت ثانية، وأن يظهر قوته وساعتها سيسود السلام وسيصفد الشيطان ويغل، وستذهب الأرواح من على وجه الأرض وسيسود الرب. هذه هي الإجابة من الإنجيل، وأتمنى أن نستطيع جميعا أن نسير في هذا الدرب. نتمنى ذلك، أتمنى ذلك. شكرا. والسؤال التالي لسيد ديدات. بداية يجب أتفق مع القس ستانلي شوبرغ، إنما سمعناه الليلة الماضية قد أخرنا كمسيحيين، وقد قال السيد أحمد ديدات ليلة أمس إن كتابي المقدس هو أخطر كتاب ظهر وكتب في العالم. لماذا نتحدث؟ عن أي جحيم نتكلم؟ إنني آسف لاستخدام مثل هذه الكلمات في الكنيسة. إنني متزوجة من دكتور مصري مسلم ولدي طفلين مسلمين، وكذا والد ووالدة زوجي من أروع ما رأيت من المسلمين، لكنهما مختلفين عنك تماما. لقد زاروا مكة ويتبعون القرآن في كل أمورهم، لكنني احترمهم لأنهم يحترمون عقيدتي أي ديانتي. وسؤالي هو أي حرفة كان يشتغل بها النبي محمد، وكم كان عمره عندما؟ شكرا سيدتي. ونرجو الهدوء. والسؤال الآن للسيد ديدات.
من فضلكم احترموا الميعاد المحدد حتى يتسنى لنا تلقي أكبر عدد ممكن من الأسئلة وكذا من الأجوبة. لذا رجاء الالتزام، الهدوء والصمت. أختي العزيزة، لم أستطع أن ألتقط كل شيء قلتيه، لكنك ذكرت بعض المزاعم على أنني قد قلتها، ومنها أن الإنجيل هو أخطر كتاب على وجه الأرض تم تأليفه أو كتابته. والحقيقة إنك لا تتذكرين بالضبط ما قلته، لكنني سأخبرك بما قلته أنا، وبإمكانك أن تؤمني عليه أو تنكريه. لقد قلت على لسان جورج برنارد شو، نعم قلت إن جورج برنارد شو يقول إن هذا هو أخطر كتاب على وجه الأرض، ولذا احفظوه في خزاناتكم. لقد قلت إن جورج برنارد شو هو الذي قال ذلك. وهناك تسجيلات بالفيديو لهذا الكلام، وتستطيعين أن تتوثقي منها. وآمل وأدعو الله أن آتي ثانية إلى البلاد الإسكندنافية وإلى ستوكهولم، لعلك تكوني وجدت ما قلت وعلمت أن هذه كلمات جورج برنارد شو، وكذلك ما جاء في الحقيقة الواضحة الذي ذكرت أيضا بالأمس. ولك أن تعرفي أن أي مراقب مرتدي سيشير عليه بالمنع لتدنيه. والآن وبدافع الاحترام لإخوتي وأخواتي وبناتي وأطفالي، أحجم بل أخجل من أن أقرأ عليكم مقتطفات من الإنجيل. لقد طلبت من القس جيمي سواجر، نعم لقد تحديته أن أعطيه $100 إذا قرأ لي جزءا من الإنجيل بعينه. وقد فتحت سفر حزقيال من الإنجيل على الإصحاح 23 وأعطيته إياه كي يقرأه. وبالمناسبة هذا الشريط متاح هنا في شكل شريط فيديو بعنوان مناظرتي مع سواجر. ولو لاحظتم ما تم في الشريط لوجدتم أنه أخذ مني الإنجيل وألقى بنظرة سريعة على سفر حزقيال الإصحاح 23، ثم وضع هذا الإنجيل جانبا أو أسفل المنصة، وأخذ الإنجيل الخاص بي وبدأ يقرأ. ويومها فقدت $100 أمريكي. فهل تعلمون لماذا؟ لقد فقدت $100 لصالح جيمي سواجر لقراءة النص. لكن كما ترون لقد عمل خدعة لعبها على الجمهور أو الحضور، ولم أشأ أن أحرجه، فقلت لقد فعلت، وبوجه تعلو الابتسامة أخرجت الورقة النقدية وأعطيت إياه. نعم هذا حدث مع جيمي سواجر وهو مسجل على شريط فيديو. فماذا فعل إذن بالضبط؟ لو رأيتم ما أعطيته له لعلمتم أن النص، ولكن باللغة الإنجليزية حديثة ومبسطة حيث نسمي فيها الأشياء بمسمياتها الحقيقية والمباشرة، لكنه ألقى بنظرة سريعة على ذلك النص المكتوب له، وهو يعلم أنه ليس بوسعه أن يقرأها كذلك. فحتى هو رغم كل ما اكتشف عنه فيما بعد لم يجرؤ على أن يقرأ ما أعطيته له من الإنجيل، لكنه أخذ النسخة المعتمدة من نسخة الملك جيمس وبدأ يقرأ بسرعة 16 ميلا في الساعة. حتى أن بعض الدارسين العرب قالوا لي في اليوم التالي، قالوا لي يا عمنا ماذا حدث؟ إننا لا نعرف، كل ما نعرف أنك تحديته وأنه قام بعمل شيء ما، ومن ثم أعطيته أنت $100. فلماذا؟ فقلت لهم كما ترون هذا الرجل قام بعدة أشياء استحق عليه $100. فأولا هو لم يقرأ ما أعطيته إياه ليقرأ، ثانيا إنه كان يقرأ بسرعة 16 ميلا في الساعة، ومن ثم فالمواطن العربي العادي لا يستطيع أن يتبين ما يقرأه. ثم إنه كان يقرأ ويخرج أو ينطق بالإنجليزية بطريقة وبسرعة لا تسمح لأي أحد أن يلتقط المعنى، بالرغم من الكلام الإباحي أو الإباحية. بالنسبة للرجل الأمريكي لا يمكن اعتبارها إباحية، لأنهم معتادون عليها ليل نهار. نعم معتادون عليها ليل نهار، رجل أمريكي، ولمدة 24 ساعة في اليوم، وأنتم ترون ذلك على شاشة التلفزيون حيا على الهواء. من ثم فهذه جميع الأشياء التي فعلها واستحق عليها المبلغ. وأنا لا أعرف إذا كنتم تريدونني أن أقرأها شخصيا عليكم في سفر حزقيال إصلاح 16، قرون عن المصريين حيث يتحدث عن الأزواج المصريين وصفوهم بذوي اللحم العظيم أو غلاظ اللحم، وكذلك الأشوريين غلاظ اللحم الذين لم يستطيعوا أن يشبعوها، أقصد يشبع هذه اليهودية الداعرة أو الزانية. وهكذا بإمكاني أن أقرأ عليكم الإصحاح 16. These Jewish prostitutes. Ezekiel chapter 16. لكن لو جرأ القس ستانلي على قراءته لكان هذا تفردا منه. شكرا. Thank you. Now
السؤال التالي سيكون للسيد ستانلي شوبرج. فرجاء السكون وشكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ستانلي شوبرج، إنني أشعر حقا ببعض من خيبة الأمل فيكم بصفتكم رجل دين وراعي كنيسة، وها أنت تقف هنا وتسخر منا نحن المسلمين والمهاجرين في هذا البلد، ورحت تحدث الناس كم ساعدتنا وأشياء أخرى نحو ذلك، وفي نفس الوقت أنا أؤمن بأنك تنافق في حديثك. وأعذرني أنك استخدمت أيضا اللفظ بنفسك. حسنا، أنا لست معتادا على الحديث على الملأ أو علنا، ومن ثم تجد قلبي يخفخ الآن، ولكن كما ترى فأنت تحاول أن تلتف حول قلوب الناس من خلال قولك أننا كمسلمين نكره اليهود، ثم تشير إلى مساواتك لنا مع النازيين، ونسيت أننا نعيش في بلد يتصاعد فيه الآن حدة العنصرية بشدة. والآن اسمح لي أن أسألك سؤالا واحدا بسيطا، هل أخبرك إلهك عيسى أن تتحدث وتتعامل مع الناس بهذه الطريقة وبهذا الشكل؟ أود أن أجيبك. إذا دعوتني إلى لقاء تريد أن تتحدى فيه إيماني، وحينما أتيت وكان علي أن أدفع تكلفة ذلك كي آتي إلى هنا، بمعنى أنني أشارك في المصروفات ثم أتيت لك، ويكون إسهامك لي أن تعطيني سما كي تقتلني، حينئذ يكون لزاما علي أن أخبرك أن لي تصرفا مسيحيا أفضل. حينما ألقى المسلمين فأعطيهم خبزا كي يأكلوه، نحن نزرع الأشجار ونحفر الآبار ونعطيهم الماء كي يشربوا، وهذا سلوك آخر تماما. فلماذا إذن استخدمت أنا هذه الكلمات أو العبارات؟ حسنا، ذلك بسبب أن عيسى إلهي قد أهين، ومهما أتيت بالإجابة تلو الأخرى أقول لقد رأيت شرائط الفيديو وتعرفت على الكتب، وآتي زعماء مسيحيون بإجاباتهم للسيد ديدات، لكنه استمر في إثارة نفس الأسئلة واضعا أصابعه في أذنيه غير راغب في سماع أي إجابة. حينئذ كان علي أن أذكر نفسي من خلال هذه المواقف بما سمعته من الناس الذين عذبوا في السجن، حيث استمر الضابط أو القائد في سؤالهم أسئلة معينة مع عدم استعداده أو حاجته لأي إجابة، فغايته فقط أن يقتل. إنني باختصار أود أن أقول إنه لابد أنكم لديكم تصور قذر للغاية حينما تنظرون إلى الإنجيل على أنه كتاب إباحي. فحينما تحدث الإنجيل عن نقمة الرب على الأمم، أعتقد أن بناتي سيشعرن بالوعيد ويشعرن بالتقيؤ إذا ما سمعنا عن أن المسلم كما جاء في القرآن بوسعه أن يتخذ أمة ويجعلها داعرة، وهو يعلم جيدا أن الله سيغفر له، والله لن يغفر إلا حينما يتوب. السؤال التالي للسيد أحمد ديدات، وأود أن أذكركم بأن الكلمة تعطى مرة واحدة لكل شخص، وآسف لتذكيركم مرة أخرى بالوقت المحدد لدينا وعلينا احترام ذلك. شخص واحد يتحدث في المرة الواحدة وشكرا. السيد ديدات، أمس فقط قلت لتوك إن هناك اختلاف في الأعداد، ويقول عيسى أنا والآب واحد، وهذا أول شيء يريد أن أقوله.
واليوم قلت أنك تحترم عيسى وأنك تحبه وتريد أن تعرف ما قال عيسى، فدعني أقول لك وليعيننا القس بالفقرة التي ورد في الإنجيل يوحنا حيث قال: عيسى لا أحد بوسعه أن يصل إلى الآب إلا من خلالي. وهذه هي الفقرة إن كنت تريد أن تعرف. Your question, please. سأكرر عليكم ما فهمته، وهو يتعلق بألوهية السيد المسيح عيسى كرب. لقد سألت القس أن يأتي لي بمنطوق غير قابل للنقد وغير مبهم قاله عيسى وجاء على لسانه: إنني رب واعبدوني. ولكن حمدا لله لم يفلح في ذلك. لكن السيدة بمنتهى النزاهة والصدق تلقي بسؤال تقول فيه إن عيسى قال: أنا والآب واحد، وهذا هو التقرير الأول. ومن ثم فهي تقول ضمنا إنه إذا كان هو والله واحد فهذا معناه أنه رب أو إله، وهذا ما يبدو في ظاهر العبارة. وأنا أقول للسيدة أو للقس إن هذا النص الذي أتت به موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر فقرة 30، حيث قال عيسى: أنا والآب واحد. نعم قال ذلك في الإنجيل، لكنني أسأل في أي سياق قال هذا؟ وصدقوني، لقد سألت علماء اللاهوت والقساوسة ورجال الدين المبجلين وكذا رعاة الكنائس، ما هو السياق الذي سيقت فيه هذه العبارة؟ ما هو السياق الذي سيقت فيه؟ بمعنى بماذا قصد وهو يقول هذه العبارة؟ وخلال 40 سنة الماضية لم ألقى أي مسيحي مثقف استطاع أن يعطيني إجابة للمضمون دون أن يفتح الإنجيل يقرأ النص. ومن ثم فلو رأيتم هذه العبارة في ضوء سياقها ومعناها التي استخدمت فيه لعلمتم أن الأمر مخالف لما تعتقدون إنها تعنيه أو لما تفكرون فيه. فنحن يجب أن ننظر الفقرات في ضوء النص الذي وردت فيه، ولا نكتفي بأن نقتطعها من النص بمعزل عنه. ولذا ففي النص كما نرى في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر نقرأ من أول الفقرة 23، حيث تقول: وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، يعني في هيكل القدس. ثم فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم إذا كنت فقل لنا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي، كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. لاحظوا أيها السادة إنه قال في الفقرة 28: ولا يخطفها أحد من يدي. ثم عاد في 29 وأتى بنفس الفقرة أو الآية بعد أن أضاف: ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أبي. ثم انتهى إلى الفقرة 30 حيث قال: أنا والآب واحد. هذا هو النص بمضمونه. وبمعنى آخر، إذا قلنا إن شخصا ما ظل على العقيدة وقبل بها ورأى الله أيضا أن هذا الشخص ظل على العقيدة، وأنا كأستاذ أو كمعلم له أرى أيضا أن هذا الشخص ظل على العقيدة، إذن جميعنا مشتركون في شيء واحد، هو أن هذا الشخص ظل على العقيدة أو حافظ عليه. فالكلام هنا ليس عن وحدانيتي أو معلوماتي أو عن كذا وكذا، ولكنه أي عيسى يتحدث فقط عن وحدة الهدف والغرض، قياسا على مثالنا إن المؤمن ظل على العقيدة. ولكن اليهود كانوا يبحثون عن المشكلات، وأنت حينما تبحث عن المشاكل تجدها في الزوايا، فلست في حاجة لأن تذهب بعيدا. وهذا ما نقرأه، هذا ما نقرأه في الفقرة 31 استكمالا للنص. وفيها: فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة رأيتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابوه: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. إذن فهذه هي التهمة، وهي أنك الآن تدعي الألوهية ولأجل هذا تستحق الموت، وذلك وفقا لقانون اليهود. فماذا قال عيسى؟ انتبهوا أيها السادة، لو أن أحدكم سألني هل أنت مسلم فسأقول أنا مسلم، ويجب علي أن أقول أنا مسلم.
ورغم عدم علمي بما تنوي أن تفعله من جراء هذا السؤال، لكنك تسألني هل أنت مسلم؟ فأقول أنا مسلم. وإذا عدنا إلى عيسى فسنجد أنه لو كان عيسى ربا لوجب علي أقول أنا رب، وماذا بوسع يعني أقول غير ذلك. لكنه لم يقل هذا بهذا الشكل. لقد قال ما جاء في الفقر 34، أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ والناموس هنا مقصود به التوراة، أي كتب موسى الخمس الأولى، وهي سفر التكوين، خروج الأولين، العادة التثنية. لاحظوا أن عيسى يتحدث معهم بشكل تهكمي. نأتي إلى الفقرة 35: إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله. ولاحظوا استخدام كلمة آلهة، كلمة آلهة لوصف اليهود، فهذه هي لغتهم. وحتى في الإنجليزية نجد أمرا مشابها لهذا الأمر حينما تطلقون كلمة سيدي على ضابط القسم وعلى القاضي، فأنت تقول لأحدهم سيدي مولاي، فهل هو سيدك أو هل هو مولاك؟ هل هو ربك؟ لا بالطبع لا، إنما هذه هي لغتكم وأنتم تستعملونها بهذا الشكل. فأنت تقول يا مولاي لكنك لا تعني الرب، هذه هي لغتكم. وفي لغة جنوب إفريقيا علمت أن نفس الكلمة التي تشير للرب تستعمل لإشارة الرجال أو الرجل بمعنى جنتلمان، وهذه الكلمة مكتوبة على دورات المياه. مكتوب على دورات المياه. When you go to the toilet, it says Dama Hira. هذا للنساء وهذا للرجال. Men, gentlemen. But at one stage, I didn't know that Hira. قبل ذلك ما كنت أعلم. لكن قرأتها في الإنجيل ورأيت أن هذه الكلمة تعني الله. فنظرت إلى النساء، هذه للنساء، ونظرت للدورة الأخرى، هذا ها ها. فهل هذا معناه دورة مياه للرب؟ بالطبع لا، فهذا مما لا يجوز. لكن هذه هي اللغة. ومن ثم كان حديث عيسى إلى اليهود قائلا لهم: انظروا في لغتنا يسمى الناس آلهة ولا خطأ في ذلك، فلماذا تجدون حرجا وخطأ حينما أقول لكم أنا ابن الله؟ وهو ما يعني استخدام لفظ أخف وأقل من قولكم لشخص إله أو رب. فموسى يطلق عليه رب، والشيطان يطلق عليه رب في الإنجيل، واليهود يطلق عليهم آلهة، أي أنتم أبناء الله. بمعنى آخر، هذه هي لغتنا على حد قول عيسى، ونحن نتكلم بهذا الشكل. فبدلا من أن نقول هذا شخص تقي نقول هذا إله. نعم، بدلا من قولنا تقي نقول إله أو رب. هذه هي لغتنا على حد قول المسيح. ثم يقول لهم: لماذا إذن تجدون حرجا حينما يكون الأمر معي؟ لماذا لا تسير الأمور معي على ما يرام؟ هذا هو ما التزم به عيسى، ولم يكن لدى عيسى أي فكرة مختلفة حينما قال أنا والآب واحد. ومن ثم فالعبارة المذكورة لم يقصد بها أنه رب. نأتي إلى كلمات عيسى الأخرى، حيث يقول في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 فقرة 6: قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وكما ترون فأنا أقبل بهذا الكلام. وحينما تقرؤون الإصحاح 14 وأيضا في الإصحاح 13 من إنجيل يوحنا تجدون أن كل تعبير نطق به عيسى أسيء فهمه، وكذا أساء فهمه الحواريون. فهو مثلا يقول لهم: إنني ذاهب أجهز مكانا لكم في بيت أبي، قائلا: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. وفي الفقرة الرابعة نقرأ: وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. وفي الخامسة قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ لو نظرتم لرأيتم أنهم أساءوا فهم عيسى، فهو يتحدث عن الله وأمور روحانية، وهم يفكرون في الأماكن من الناحية الجغرافية، كما لو كان سؤالهم ماذا؟ ستوكهولم، أوسلو، كما ترون سوء فهم. هو يتحدث عن الروحانيات وهم يتحدثون عن الجغرافيا. في الفقرة السادسة قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لكن هذا كان صعبا عليهم. نعم، كان ثقيلا عليهم أن يفهموه. فقالوا ثانية: يا فيليبس، انظر، إن هذا الأمر صعب علينا، إننا لا نعرف عما تتحدث، إن حديثك يفوق عقولنا وفكرنا، عموما أرنا الله فقط. فقال له فيليبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا.
فهذا سوف يرضينا. ومن ثم أجابهم عيسى في 9:14 قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس الذي رآني فقد رأى الأب، فكيف تقول أنت أرنا الأب؟ لكنهم أساءوا فهمه، وكما ترون في العملية عبارة عن سلسلة مستمرة من سوء الفهم. ومن ثم يخبرهم عيسى قائلا أنتم يا قليل الإيمان، أنتم يا قليل الإيمان، كم مرة قلت لكم؟ ثم يشرح ويفسر كما أفعل أمامكم أنا الآن، وكما لو كنتم تعلمون أطفالكم وهم غير قادرين على فهمكم. ومن ثم تقول لهم ألستم قادرين على أن تفهموا؟ هل هذا جيل عقيم؟ ثم يتحدث للحواري قائلا كيف أكون معكم؟ كم كنت من زمن معكم؟ إن أنا أقول لكم لو كان بين هؤلاء اليهود رجل ياباني لارتكب جريمة الانتحار. Next question goes to تالي للسيد ستانلي شوبرج. والآن لم يعد لدينا وقت يكفي إلا لسؤالين قادمين، لذا فالرجاء التزام الاختصار والدقة قدر المستطاع وشكرا. القس ستانلي، أعتقد أنك قد عملت على أنك كاذب من قبل المسلمين غير الطيبين، وكذلك بواسطة بعض المسيحيين غير الطيبين. نعم هذا خطأ، وأنا أقول إن هذا خطأ، لكن ماذا تقول عن معاملتك للشيخ أنه هتلر ولست أنت بأفضل منه؟ يجب أن تعرف ذلك. سأحاول أن أكون سريعا. وأنا أقول إنك يجب أن تكون أفضل من ذلك لأنك راعي كنيسة. عموما سؤالي هو أن كثيرا من المسلمين يقولون إنهم قابلوا عيسى. نعم المسيح عيسى، ومن ثم فأنا لا أعرف هل التقيته أنت بنفسك من قبل. وسؤالي ما دمت تقول إن عيسى رب وإن الرب هو عيسى وإنهما نفس الكيان أو متطابقان، إذن متى يصبح بوسعنا أن نقرأ في الإنجيل الأخير والعهد الأخير، حيث نفترض أنه سيأتينا الإنجيل الأخير وسنقرأ فيه أن الناس قد قابلوا الرب؟ هذا هو سؤالي. كما ترى فسؤالك يدور حول هل قابلت أنا عيسى وهل جربته كرب؟ وهذا حقيقي، لقد جربته، فبينما أنا أصلي أشعر ببركاته. علي في نهاية هذا المؤتمر أن أوضح إن عيسى حينما قال ساخرا كلكم آلهة قال ذلك للجمهور، قال ذلك للجمهور ولأولئك الذين لا يعرفون اللغة الإغريقية التي نزل بها الإنجيل. وكلمة رب أو إله استخدمت، لكن من يعرف التاريخ يعرف أن كلمة إله أصبح هناك سوء استخدام لها. ولو رجعتم للقاموس وطلعتم على تاريخ هذه الكلمة لعرفتم أن عيسى يستخدم الكلمة هنا كما تنطقون أنتم بها. فحتى ضباط البوليس يطلقون على أنفسهم أرباب أو آلهة في ذلك الوقت. ومن ثم فحينما أتى عيسى كان عليه أن يحدث الناس بمستوى أرقى عن ألوهيته، ولم يستطع ذلك لأن الكلمة تعرضت لسوء استخدام وأصبح هناك تضخم لحالة الكلمة. ومن ثم كان على عيسى أن يقدم نفسه ويفسر ألوهيته بكلمات أخرى، لا يريد أحمد ديدات أن يقبل بها، وفي شكل أفعال وصيغة شخصية، وسمح بعد ذلك للروح القدس أن يؤكد ويشهد بأن عيسى رب. ويقول الروح القدس
باراكليتوس في الإنجيل إن جزءا من ثالوث الرب قد شهد أن المجد لعيسى وأن الله قد وضع كل شيء تحت قدميه. والآن إذا قال الله عن ابنه إنني قد وضعت كل الأشياء التي تؤول إلي كخالق لهذا العالم، كل هذا وضعته تحت قدميك، يقصد عيسى، لأننا واحد في كل متفرد. بعد ذلك يقول الإنجيل بمنتهى الوضوح إن عيسى رب. والآن هناك اختبار أخير بوسعكم أن تجربوه، وهذا الاختبار هو: هل القرآن والإسلام يقرباكما من قلب الله؟ هل الإسلام يخلق السلام بين الناس؟ لماذا لم تجربوا عيسى وتسألوا عيسى أن يظهر لكم ما يريد أن يفعله من أجلكم؟ وستفهمون أن لديه الإجابة، وهي أنه رب. إنه رب. السؤال الأخير أيها السادة والسيدات سيوجه للسيد أحمد ديدات، وبعدها سنختتم هذه الجلسة. استاذ ديدات لش كورشي مسلمر إيجي خوني سويدن ما بستانا بو سعودي ترابيان بو سيريان لش خوجي إيجي خوني لش سويدن في مساري في. من فضلكم يجب أن يكون السؤال باللغة الإنجليزية. نعم سويدن وعربي موست فت لش كورشي إيجي خوني لش سوري مس. نأسف أيها السادة والسيدات ونرجو الهدوء ونرجو احترام المكان، فهذا هو السؤال الأخير وشكرا. Sorry, miss. If you want to ask your question in another language, if you could get somebody to translate you, thank you. Sure. Is that your question, miss? Is that your question? Silence, please. Thank you. We will not allow the answer unless there is peace in this room. Take another question. Can we have somebody to come and present this question for this lady? Thank you. Please silence from all the rest. The next person to come forward to ask the question. The lady said, why the Muslims are coming into Sweden? Excuse me. It's not a question according to the subject. We will see. We will see. This is, we have to remind that this is not a political meeting. We will have to respect the question of the lady, but we cannot accept it as it is not belonging to the subject. We will ask for next person who has a question to Mr. Ahmed Didat to come forward. Thank you. Please remain silent. I ask you kindly. من فضلكم السؤال التالي سيكون للسيد ديدات. على كل فرد أن ينتبه إذا سمحتم، فلم يتبقى لدينا سوى دقائق قليلة، ومن ثم فأنا أناشدكم أيها الإخوة والأخوات وأرجوكم التزام الهدوء في الدقائق القليلة القادمة وشكرا. Next question for Mr. Didat, please. Sorry, sir. Sorry, sir. Thank you. Please.
please. Sisters and brothers, please, we are matured people. We are sitting here in the church hall. It is a hall of worship, the house of God. I appeal to you to please keep calm and please reflect this calmness in your outward disposition. Next question, please, for Mr. Didat. I'm sorry, my English is not so good, but آسفة لأن لغتي الإنجليزية ليست جيدة، لكنني آمل أن تفهمني. لقد قلت عفواً أن ربنا يذهب إلى دورة المياه ويأكل وينام ويفعل كذا وكذا. حسناً، ماذا عن ربك؟ ماذا تعرف عنه؟ إنني لا أدعي معرفة أي شيء عن الرب، وقد يكون من الفاعلين لهذه الأمور. فماذا عن ربك أنت؟ هل يقوم بهذا؟ أولاً، هل تعرف كيف؟ وهل سبق لك أن زرت السماء من قبل؟ لقد قلت، حدثني عن ذلك. لقد قلت إن رب المسيحيين يذهب إلى دورات المياه. حسن، ماذا إذن عن الرب الذي يقع في خطأ؟ هل يرتكب الله أخطاء أولا؟ لأن الشيعة يقولون أن النبوة يجب أن تكون لعلي، وأهل السنة قالوا أن النبي هو محمد، إذن فالله يخطئ أيضا. أيها الأخوات، إذا كنتن فهمتن فأنا لم أفهم شيئا. As far as I understand the question, she said, "Can God make a mistake?" الإجابة لا. الله لا يخطئ. الله does not make mistake. الله لا يخطئ. الإخوة والأخوات، السادة والسيدات، كلا المتحدثين عرض حججه عليكم، والقرار الآن خاص بكم لتقرروا أين تكمن الحقيقة. الإخوة والأخوات، أنتم الحكم، وهذا أمر بينكم وبين خالقكم. هناك شرائط فيديو لهذا اللقاء ولذلك اللقاء الذي عقد ليلة أمس، وستجدونها متوفرة، وهناك محل بالخارج حيث يوجد صندوق بريد، فإذا رغبتم في طلب شريط معين فبرجاء ترك اسمكم وعنوانكم وسيتم الاتصال بكم. شكرا أيها الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، لحضوركم هنا ولمساهمتكم في جعل هذا اللقاء ناجحا، والسلام عليكم. وآخر دعواني أن الحمد لله رب العالمين.